حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج بالسنتر، بإذن الله مواضيع تحوز على رضاكم وإعجابكم مع الكباتن رواد. هذه الحلقة اللي طبعا هذه التشكيلة اللي أحبها، خلوا المجاملات، هذه التشكيلة اللي أحبها، اللي كل يوم أقول التشكيلة الأفضل هذه مجاملة، هذه التشكيلة الفعلية اللي أحبها. خلونا نرحب فيهم. مو مرتاح لي صح؟ تضحك وانت مو مرتاح، تحس اني انا مو صريح. راجع وايد. إيه تحس اني مو صريح صح؟ لانك ضحكت. لا لا مو صريح. مو مرتاح. لا لا قعدتك راجع ورا وايد. قاعده؟ حيا الله ابو عذبي. شوي نجم كبير. اهلا وسهلا. الله يسلمك، احييك ابو شاهد واقول لك الحمد لله على السلامة. سلمك. واحيي الاخوان الموجودين، واحيي ابو خالد. اي ابو خالد يشرفنا. معرسنا اليوم. ايه. خله بعد شوي له مقدمة خاصة. والمشاهدين الكرام. حياك الله يا ابو عذبي. الله بخير. حي الله ابو عبد الله، والله مشتاق لك. الله يسلمك. سامح حسين حبيبي شلونك؟ الله يسلمك. هذا اول حلقه بالسيزون هذا؟ اول حلقه. ها يا محاسن الصدف، والله اني محظوظ. اهلا وسهلا. انا اللي محظوظ اني معك. شلونك؟ امسي عليك وعلى الساده المشاهدين وعلى الكبات الموجودين وعلى اخوي نواف الخالدي اللي اعتبره انا اضافه لهذا البرنامج. استاهل. لما يملكه من قاعده جماهيريه وطرح بالجانب الرياضي. يستاهل يستاهل. سلمان عواد حبيبي وصديقي، حيا الله ابو طلال. الله يحييك. الله يحييك ابو شهد، امسي عليك وعلى الساده المشاهدين واقول لك الحمد لله على السلامه. والحمد لله على السلامه ابو عبد الله، كل يوم اول حلقه ابو عبد الله. وامسي على كابتننا الكبير ابو خالد، كابتن نواف الخالدي الجسور، وانا اعتقد يعني اضافه ان شاء الله انها تكون كبيره للبرنامج، ومثل ما تعودنا عليه نواف صريح داخل الجول وداخل الاستوديو. زين صريح داخل الاستوديو فهمنا، صريح داخل الجول شلون؟ ما يعني عادي دش الجول. ما شلون صريح؟ ما مشيت ها؟ ما مشيت؟ ما مشيت؟ انا اطلعك الحين بوديك جري جري داخل وجري داخل كان صريح. هذه تمشي هذه. هلا ابو طلال. ينضم لنا لاسرة برنامج بالسنتر احد الاسماء المهمة جدا في تاريخ حراسة المرمى، طبعا هو مو محتاج مقدمتي لكن انا اقولها نوع من الترحيب لانه هو يستحق الترحيب. انضمام نواف الخالدي لبرنامج بالسنتر اكيد اضافه الى نخبه النجوم اللي موجودين. حيا الله ابو خالد والساعه مباركه ومنوره. اهلا وسهلا، وانا سعيد حقيقه في تواجد اليوم واشكركم للامانه، يعني شكر نابع من القلب حقيقه على هالاطراء هذا اللي انا والله لا استحقه حقيقه، لكن هذا طبع الكرام اللي يرونك بعين المحب. شكرا لكم، واتمنى ان يعني تعم الفائده للمشاهدين ان شاء الله بتواجدنا ان شاء الله. وايضا انا فخور جدا حقيقه اني اكون متواجد في تلفزيون يعني بلدي حقيقه، تلفزيون الكويت، ويعني هذا التلفزيون اللي يعني فخر لكل رياضي او كل شخص حقيقه ان يظهر في تلفزيون بلده. وين ما كنت. شكرا لكم. ساعه المباركه. حبيبي يا ابو غليل حقيقه الشكر في حقكم. حبيبي يا ابو خالد والساعه المباركه. شويه محاذير بس كذي نقولها حق الكل. شعر ما في قصائد لك يوم بالاسبوع. يوم بالاسبوع. حكم حكم. لا حكم 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 حكمتين بالاسبوع. شعر قصيده بالاسبوع. خواطر خواطر. لكن فعلا نابع من القلب. اهلا وسهلا يا ابو خالد، وفعلا يعني احس سعداء بوجودك ويانا، وقلتها مره مرتين واعيدها وراح اتم عيدها. انت اضافه الى اي برنامج وين ما كنت. ساعه مباركه. بس عنده شعر حق البرنامج يقول. اي بس مو اليوم. اخر خمس دقائق عشان الناس نايمه. اخر خمس دقائق يقول الناس نايمين. اخر خمس دقائق. حياك الله ابو خالد مره اخرى. عندنا كثير من المواضيع راح نناقشها ان شاء الله، لكن خلينا نشوف مسار الحلقه من خلال الهيدلاينز، ومن ثم عوده للكباتن.
شفنا في الهيدلاينز عدة مواضيع، يعني الموضوع اللي يتكلم عن التفوق الأجنبي في هذه الجولة، تكلم عن الأهداف وأغلبية الأهداف في الجولة الأولى في الدوري، لها تقرير وبنتكلم عنه. لكن خلينا نتكلم عن تجربة شبيب الخالدي. تجربة شبيب الخالدي الكل اللي مركز وياها من أسبوعين، استمتعنا يعني بهذا الخبر، تمنى الخير والتوفيق لشبيب. يعني احنا نحب ان المميزين والموهوبين تمون عندنا، لكن لما يكون في فائدة له لرفع مستواه وبالتالي يعود بالفائدة على منتخبنا نتمنى له الخير. وانا اشوف ان الكل كان يدعي له ان شاء الله بالتوفيق، وما شفت اي اعتراض حتى من نادي كاظمة، كانت مسهلين الامور. يوسف سويد تجربة مهمة، اكيد راح يطور من مستواه لان اول تجربة له خارجية. شوف انا ابو شاهد، انا مع اللاعب يعني مع تأمين مستقبله، مع حتى تطور مستواه، انا مع اللاعب، انا مع شبيب. لكن اذا انا اتكلم كنادي كاظمة، اذا انا بطلع شبيب ما بيوقف في طريقه، هذا اللي سووه نادي كاظمة، وهذا شيء زين انه ما بيوقف في طريق اللاعب، يا العرض مناسب خلي اللاعب يروح. لكن شفت انا في المباراه اللي طافت، شفت كاظمة في المباراه اللي طافت مكان شبيب فاضي، فاذا انا بخلي شبيب يروح لازم اجيب لي لاعب احسن من شبيب، احسن من شبيب او يعادل مستواه عشان اسد هذا الفراغ اللي موجود في خط الهجوم. بس انا مثل ما قلت لك بشاهد، انا مع اللاعب انه يامن على مستقبله وانه يطور من مستواه، واحنا نبي اللاعبين انه يحترفون برا. وانا ودي يعني مو بس شبيب، ودي انا اكثر من لاعب يكون مستواه زين ويمثل الكويت برا. ما عندي مانع، انا مع اي لاعب يمثل دوله الكويت برا. لكن اذا راح شبيب لازم اجيب لي لاعب افضل من شبيب يفيد الفريق ويكسب الفريق. يعني انت بالوضع الحالي انت مو مع انه يروح؟ انا مع اللاعب، بس في نفس الوقت مو مع يروح. اذا تبي يروح يجيب لاعب. الحين بعيدا عن العواطف، اكيد تتمنى الخير حق شبيب اكيد، بس وفق اللي شفته الحين من نادي كاظمة ان المفروض ما يطلع شبيب. المفروض انت تشوف انه المفروض، لانه ما في احد مكانه. اي لانه ما في احد، وبين في المباراه اللي طافت ضد النصر مكان شبيب بشهد فاضي. يعني لو شبيب موجود يمكن على الاقل يسجل هدفين على الفرص اللي موجوده، لان كلنا نعرف شبيب داخل خط ال 18 خطر، سواء بالكرات العاليه او بالكرات الارضيه. فاذا انا شبيب راح الله يوفقه، لكن اذا مثل ما قلت لك اجيب لي لاعب افضل من شبيب في هذا المركز، او انه يكون نفس مستوى شبيب. اسامه ترى الحسبه شوي معقده، يعني العرض اتى قبل انطلاق الدوري باسبوعين، ونادي كاظمة اعتقد يعني ما كان حاسب حساب ان شبيب يطلع، فيمكن هذا اللي خلى نادي كاظمة يعاني من الفراغ، فراغ يعني رحيل شبيب. نعم طبعا، اول شيء نتمنى حق الكابتن شبيب الخالدي التوفيق في هذه التجربه الاحترافيه الجديده. انا مع ابو عذبي، نادي كاظمة ايضا نشكر اداره نادي كاظمة ان سمحوا للاعب واعطوه فرصه للاحتراف الخارجي، وهذا الاحتراف طبعا يعم بالفائده على المنتخب، صح، لانه يكون في احتكاك اكثر، في تمارين اكثر، في انتشار اكثر. اليوم انا بوجهه نظري ان نادي كاظمة ابو عذبي يمكن قالها انه يحتاج الى هداف، لان شبيب الخالدي الموسم اللي طاف كان هداف الدوري بالنسبه للمحليين، فاذا انت شلت هداف الدوري من النادي، يعني تقريبا 70 الى 60% من اهداف نادي كاظمة مسجلها شبيب، فانت اذا شلت الهداف العنصر الاساسي اللي يعتمد عليه نادي كاظمة، واحنا كلنا لما نشوف مباراه كاظمة نشوف شبيب الخالدي شلون بيقول، شلون يكسبني المباراه، صح. وانا اقول بالنسبه لي، انا بتكلم بعد بنقطه ثانيه، انا اقول محظوظ انه طلع بهذا الموسم. ليش؟ اولا يعني الموسم هذا الاستثنائي، خصوصا بالنقل السيء اللي شفناه، نشوف في مشاكل، اي النقل السيء اتكلم انا اليوم، والانتشار اليوم، انت كلاعب تبي انتشار، تبي جوده بالنقل، تبي الناس تشوفك. اليوم احنا اللي قاعد نشوفه للاسف ان يعني في لاعبين يمكن في كلنا ما شفنا كل المباريات اكيد، يعني لان يعني اول شيء في عقوبات، انت في عقبات لما انت بتي تشوف مباراه. لكن انا اقول ان شبيب خالدي هالسنه محظوظ انه طلع بهذا الموسم الاستثنائي. اكمل ويا سلمان ونواف، بس عندنا تقرير يتحدث عن شبيب وتجربته مع نادي حتى الاماراتي.
قادما من نادي كاظمة انضم المهاجم الكويتي شبيب الخالدي لصفوف نادي حتى الإماراتي في سعي من النادي لتدعيم صفوفه في الموسم الجاري في صفقة ضمت 3 لاعبين جدد دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بصفقة النجم الكويتي. أحب أشكر تلفزيون دولة الكويت على دعمهم لي وحضورهم في دبي. اخترت الدوري الإماراتي، يمكن الكل عارف مستوى فني أفضل من مستوى الدوري الكويتي، وهذا كان طموح لي بالنسبة لي الاحتراف، وعسى الله يوفقنا بهذه التجربة إن شاء الله. بالمجمل يتمتع الدوري الإماراتي للمحترفين بإمكانات عليه للاعبيه، وهو أحد أبرز الدوريات تنظيماً في المنطقة وفي الخليج، ويحقق مستويات غالية، والأندية هنا تعمل بصورة احترافية وتضم لاعبين محترفين أكثر من أندية في دول أخرى، وهذا الموسم الأول لنا في نادي حتى ضمن دوري المحترفين. واستهل اللاعب الكويتي شبيب الخالدي أولى مشاركاته مع نادي حتى في مواجهات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين بقوة، حيث ساهم بصنع هدف حتى الوحيد بالمباراة التي جمعته مع خور فكان، وسجله مصطفى زيدان في الدقيقة 10. على المستوى الشخصي هذا توفيق من رب العالمين، يعني كنت قدمت مستوى ممتاز، هذا توفيق من رب العالمين وفضل اللاعبين اللي ساعدوني داخل الملعب. إن شاء الله نطمح للأفضل إن شاء الله، ونقدر نوصل لأبعد مكان بالدوري إن شاء الله. ويعد شبيب الخالدي أحد أبرز اللاعبين الكويتيين، خاض 28 مباراة دولية مع الأزرق الكويتي وسجل 7 أهداف، كما توج بلقب هداف الدوري الكويتي موسم 2021-2022، وحصل على المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين للدوري الكويتي الموسم الماضي برصيد 18 هدفاً. بالتجربة الأخيرة يعني لشبيب، أعتقد يعني صار لنا 5-6 سنوات ما كان في تجربة بهالمستوى، ولا صححوا لي آخر 5 سنوات تقريباً، أعتقد هي الأكبر. لا كان يوسف ناصر حسين فاضل آخر ما اكتملت، ما اكتملت. لا أنا أتكلم يعني إن شاء الله، إن شاء الله تكتمل. أنا ما عندي تفاصيل سلمان، إذا عندك تفاصيل مثلاً الراتب ما إلى ذلك ما عندي معلومة، بس أنا سمعت إن 25,000 راتبة دولار، فهالتفاصيل هذا بتقول ليش تقولها؟ احنا نتكلم عن قيمة الصفقة، يعني هذا حتى عالميا الناس تسأل عن قيمة الصفقة، ما عندي معلومة لكن سمعت هذا الشيء. ارجع واقول ماركوف مدرب نادي كاظمة يعني 250,000 دولار. اي إيه؟ بس هي طبعا انت مقسمة. انت كرجل اعمال تعرف لما تقسم تكون حلوة هذه، حلوة هذه. تفضل جماعة قاعد تفضل رجل اعمال بعد تتكلم كذي احنا تكلم ارجع علمني بلغة الارقام. ارجع حق رجل الاعمال الثاني سلمان ماركوف مدرب نادي كاظمة هو اللي نصح بشبيب، وانا اعتقد ان ماركوف يعرف قيمه شبيب ويعرف امكانيات شبيب. صحيح، وبالنسبه لماركوف انا اعتقد من افضل الخيارات بالنسبه له كمهاجم صريح، لكن يعني انا بتكلم بشق ثاني تمام، وهذا لا يفهم كلامي انه يعني هالكلام هذا ضد شبيب. انا يمكن دائما اتكلم من موسمين او ثلاثه ان شبيب وجهه نظري هو اللاعب الافضل بالكويت، هو اللاعب من 3 مواسم هداف الدوري، افضل لاعب في الكويت، لاعب على مستوى عالي، وقلتها في الحلقة اللي طافت، كنت أتمنى الأمانة للشبيب بالذات أنها تكون تجربته أفضل من هذا النادي، يعني مع احترام النادي حتى، لكن شبيب أنا أعتقد أنه أن هذا اللاعب يستحق تجربة أفضل من النادي حتى، لما يمتلك هذا اللاعب إمكانيات عالية وعالية جدا، يعني كان ممكن يفيد أي فريق بمقدم الدوري الإماراتي أو الدوري القطري أو حتى في الدوري السعودي. لاعب مهارته عالية، مهارته في التسجيل، مستوى ثابت، قاعد يعمل الفارق من ناحية الهجومية لأي فريق يلعب فيه، وفي هذا العمر كنت أتمنى إن شاء الله أنا يعني أقول إن هالمرحلة تكون يعني كبداية إنه يرتقي المستوى أفضل،
ويكون يعني إن شاء الله في أندية أفضل من النادي حتى، مع احترامي وعد وأكرر بين قوسين مع احترامي الكبير للنادي حتى، لكن شبيب ما 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 كنت أتمنى إنه يكون رايح الفريق توه صاعد إلى درجة أولى. ترى وجهة نظرك اتفق معها الكثير، يعني فعلا يعني إحنا نشوف مو تقليلا من النادي حتى، لا أبدا، لكن لا والله هو إعطاء لقدر وقيمة شبيب. شبيب إني كنت أتمنى يكون من فرق المقدمة يعني في الدوري الإماراتي، وراح يكون له علامة بارزة في هذه الفرق وفي الدوري الإماراتي. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لنادي كاظم، أتكلم يمكن فيها أبو عبد الله وأبو عذبي، أنه بالفعل يعني لما يروح لاعب عندي بقيمة شبيب الفنية منو البديل؟ يعني إحنا شفنا كاظم في الثلاث سنوات الأخيرة فريق قاعد يدفع، قاعد يعني يستقطب لاعبين على مستوى عالي، وكان يلامس البطولات، قرب البطولات نهائي، يمكن خسر نهائي وحصل على بطولة كأس سمو الأمير، كان منافس قوي على الدوري في السنتين الأخيرتين. تفاجأ في موسم 23-24 أنه اللاعب الأبرز ينتقل إلى الدوري الإماراتي. طيب انتقل اللاعب، وين النظرة، وين والبديل، الفكر، وين البديل اللي ممكن يملأ هذا الفراغ الكبير اللي أنا أسميه بالنسبة للدوري الكويتي وبالنسبة لكاظم؟ إيه بس سلمان اللي قلت حق أسامة الحين أرد أقول لك، يمكن أن فجأة قبل انطلاق الدوري بأسبوعين وكان متعاقد، يعني رغم أنه عندهم واحد الحين ما تعاقدوا وياه، صح؟ باقي واحد إيه، فيمكن على الشتوي هني اللي قاعد أسألك، أقول لك لا ما في انتقالات شتوية، أنت فريق إيه قاعد تنافس وقت طويل من الشتوية، إذا ما كان في تصور ولا كان في استراتيجية بالنسبة لفريق نادي كاظمة فهذه مشكلة كبيرة. يعني كاظمة شفناه أمس وتكلم بعد، شفناه أمام النصر فريق جيد يوصل للجول، لكن النهاية وين؟ أنت كان عندي أنا أفضل مهاجم حاليا في الدوري الكويتي، هداف الدوري وهداف الدوري ومن أفضل المهاجمين في الخليج، وكان ممكن يغنيني عن محترف أو اثنين بعد بقيمته الفنية، لكن البديل مو موجود، معناته الاستراتيجية غايبة للمال، وهذه علامة استفهام على القائمين على فريق نادي كاظمة. احنا استبشرنا خير في السنتين الاخيرتين، كاظمة مع العربي مع الكويت مع القادسية مع السالمية صار في تنافس، الان بعد خروج مع احترامي لفريق كاظمة الكامل، لكن بعد خروج شبيب انا اعتقد بالمواسم الماضية شبيب يا جماعة نواف لا تخطئ العين بوجوده في كاظمة، نعم. قوة ضاربة يعني، كان موهبة كبيرة حقيقة، ثبات مستوى في اخر المواسم الاخيرة الوحيد كاد يكون الوحيد شبيب اللي مستوى ثابت، لاعب إمكانياته الفنية الجسمانية فارق حقيقة، يعني الوحيد اللي ممكن باللاعبين المحليين اللي يقارن إذا ما كان أفضل من المحترفين هو شبيب الأمانة. لكن يعني نتكلم كل صراحة، خروج شبيب في هذا الوقت وفي هذه الطريقة يعني أمر بصراحة يعني يجب أن نوقف عنده، يعني أمر محير، يعني كنادي كاظمة مو معقولة كاظمة ما يبي ينافس، مو معقولة كاظمة يملك مهاجم يعني هو الأبرز، ها أفضل لاعب الكويت وبهالإمكانيات يعني اللي تفضل على المحترفين ويفرطون فيه في 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 هذه الطريقة وفي هذا الوقت. لا نواف ما فرطوا فيه، مو فرطوا فيه يعني شافوا مصلحته، يعني أنا معك لما أنت قلت مصلحته، أنا تفاجأت الآن ليش قلت هالكلام الآن يوم ذكرت العقد. يعني انا يعني اظن ان شبيب يستحق اكثر بكثير، يعني انا والله مو معلومه ترى هذا عشان ما تحسب عليك، لا انا قلتها مرتين ثلاث، قلت مو معلومه عندي، قلت سمعت لو عندي معلومه مصدر اقول، كان قيمه العقد مثل ما قلت يعني شويه صح، فحقيقه يعني انت تبي يستفيد الحين ولا تبي انت محتاج شبيب اصلا، مو معقوله يعني يكون انت إن يعني تشوف ان ممكن يكون العقد اكبر، هذا لان عقد مو مغري صراحه، مو مغري لازم مو مغري يطلع شبيب، اذا كنت تفكر في انا قربت الفكره منك الان، انت تشوف لازم يكون نادي كبير وقيمه اكبر، فاللي محيرك انت نادي كاظمة شو اللي خلاه يتخذ هالخطوه؟ اي طبعا لا يعني قلت لك انا لو كان كاظمة مثلا يعني وهو فريق يملك كل العناصر لتحقيق البطوله، وخاصه ان بطوله الدوري يعني كاظمة يعني اعتقد متى غابت يعني فترات طويله عنه، صح، فتملك لاعب شبيب كان ممكن انك انت يعني تتمسك فيه، ولا انك تفرق ولا انك يعني تفتح له باب انتقال الى نادي مع احترامي مثل ما قال ضلال بصراحه يعني نادي مو بمستوى الطموح، يعني انا نادي انا اي والله يعني انا شخصيا يعني او نادي مغمور، يعني لا انا شخصيا انا ضايقني خبر انتقال شبيب حقيقه، ضايقني لانه
يعني شبيب يستحق نادي جماهيري، خاصة يعني مع احترامي أيضا لنادي كاظمة، وهذا يا جماعة ممكن يعني البعض يفسرها غلط. بالكويت خاصة بالكويت يعني نجومية اللاعب يعني تتطلب أنك تكون في نادي جماهيري حقيقة. يعني النادي الجماهيري يفرق، يعني شبيب لو كان مثلا في نادي مثل القادسية أو العربي بيكون دائما تحت الضغط، ونجوميته بتكون أضعاف ما كان في نادي كاظمة، لأن الآن شبيب ممكن يكون مضغوط في منتخب، عرفتها وأنتم عارفين يعني حتى المنتخب الفترة الأخيرة. لكن في تواجد يعني كنت أتمنى أنا أن يكون تواجد في ناديين يعني مثل نادي العرب القادسية عشان تذوق النجومية بمعناها الصحيح. كنت أدري أبو عبد الله أنت لما تلعب في نادي قيمة القادسية والعربي أنت يعني بالشارع بالسوق في كل مكان انت تحت ضغط. هي يعني بس خلينا نوصل حق نقطه، لان عندنا نجوم ما لعبوا في نوادي جماهيريه، صح كلامك. لا البعض يفسرها ممكن، انا اقصد شنو يعني. خلينا بس دقيقه عشان اكمل وياك. الان النجوميه هي موجوده في كل الانديه، لكن الانديه الجماهيريه تعطيك اكثر، تعطيك كريدت اكثر. انا بس حلاوة. بس بس لك بس لك ارجع على شبيب، خلني ارجع على شبيب. الان شبيب اتفقتوا انتوا اغلبكم انه يحتاج او يستحق تجربه افضل من نادي حتى. شكرا لنادي حتى بهذا التفكير في شبيب، لكن كلنا اتفقنا انه يستحق لا اكثر. لا مو مع الراي، مو مع الراي عشان برجع حق نواف. لا انا مو مع الراي. شنو انا رايي؟ ان انت اليوم لما انا بغض النظر على القيمه زين، اليوم انت كبدايه انت رحت اليوم لدوري اقوى. طيب زين، انت بهالدوري هذا كبدايه او كمحطه، اذا انت برزت وشافوك قاعد تلعب هناك الانديه الاماراتيه اللي قاعد تلعب معاهم، انت اذا برزت مع هذا النادي اللي احنا نقول تو صاعد او نادي من منطقة الوسط زين، إذا أنت برست مع هذا النادي معناته الأندية الثانية راح تأخذك. بس بوجهة نظرنا إنه ما شبيب ما يحتاج درج. لا 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 لازم. لا صح كلام. لا 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 مو دوري أقوى. لا 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 مو دوري أقوى من الدوري الكويتي. لا الإماراتي أقوى. لا مو دوري أقوى من الدوري. قد يكون عليه تسليط الضوء أكثر، لكن يتكلم سلمان فنيا يعني فنيا دوري الإماراتي أقوى من الكويتي. أوكي أفضل من الكويتي فنيا. رايك ويقدر، بس احنا نتكلم احنا بوجهه نظرنا اللي انت عرضتها عشان برجع حق نواف يكمل، ان شبيب ما يحتاج تدرج. شبيب ثلاث مواسم هو الافضل عندنا بالدوري. لا يبرز هناك بالدوري غير لما تبرز هنا. اسمع راي نواف. تفضل نواف. حتى كتسويق شبيب او طريقه كان يعني كان ممكن اذا ما كان العين او اهل دبي او كان ممكن يكون الشارجه، ممكن يكون الجزيره، ممكن يكون فين وحده. إيه فلما اما فريق يعني محترمي صاعد بالتاكيد ما راح الفريق يكون هجومي، ها وشفنا يعني ترى يعني في المباراتين ما كان الفريق يعني ما راح يخدم شبيب صراحه. ما راح يخدم يعني شبيب كافضل لاعب في الكويت كان ممكن يكون في احد الانديه المقدمه. لكن انا السؤال الان لنادي كاظمة، هل يعني نادي كاظمة يعني يبي ينافس على يعني عنده هدف تحقيق بطولة الدوري؟ يعني لو كنت أنا مثلاً إداري في نادي كاظمة كنت ممكن أعمل مستحيل عشان شبيب إنه يقعد؟ إنه يقعد حتى لو هو إذا كنت أبي أفيده ولا هذا ممكن أفتح يعني تعويضة. ممكن تعوضة يعني ممكن تعوضة عوضة، أو إنه يعني ما قدرت إنه عوضة ممكن أقول انت لو الحين لو يفتح المجال لانتقال شبيب بالكويت ممكن يدفعوا له. يعني الحين انا نادي كاظمة عشان اعوضه ما يروح حتى افتح الانتقال. لا لا مو عوضه، اذا كنت انا مثلا افكر انت واضح انك تبي يروح القادسيه من الاخر من الاخر من ما يتمنى شبيب. واضح انت قلت ثلاث مرات لا من ما يتمنى شبيب ما يتمنى شبيب، بس ان اعوضه انا نادي كاظمة اذا ما قدرت اعوضه انا كنادي كاظمة خليه يروح محلي. انا ما قدرت اعوضه. انت الحين مثلا انت بين شقين، انت تفكر في مصلحه اللاعب وانت متقادر حلو، ها فتبي تعوضه ماديا ما قدرت تعوضه ماديا عنده عروض فتبي يستفيد إيه؟ اذا كنت انت هذا مبدأك. لكن اذا انت كنت تفكر في يعني منافسه في بطوله الدوري في يعني انه يقعد عندك تتمسك فيه يعني. بس انا القى وين التناقض في الفكرتين نواف، ان انت اذا تبي تتمسك فيه ترفض العرض الخارجي والمحلي. إيه طيب لكن انت تبي مثلا تبي تعوضه ما اخليه يروح خارجي خليه محلي. اللاعب ما يبي، اللاعب قال انا لا تعوضني انت ما عندك الامكانيات. بس بالنتيجه مثلا شو تسوي؟ ما تتفق معي انه بالنتيجه انا راح افقد شبيب بالحالتين خارجي او محلي؟ راح افقده
إيه بس انت مثلا اذا انت بي يعني اللاعب مثلا مصمم انه خلاص ايه. انا ما ادري شنو في العقد ها يعني مثلا شبيب لا انا لازم مثلا اطلع او كذا او هو راح يعارة صمم اذا صمم يعاره اي يعاره ممكن يروح يعاره يقول يعني انت تشوف احد الانديه ما ادري يعني هي وجهه نظر ماديه لكن انا اقول لك كاظمه كفريق كان الفتره الاخيره قاب قوسين او ادنى من تحقيق بطوله الدوري يفترض ان اول لاعب تفكر انك تمسك فيه حلو خوش خالدي تبون تفاصيل عن الايمن والعرض شبيب امر في استفهام وصلت الفكره خليكم تكملون بس عشان ناخذ الموضوع بحيثياته وشويه تفاصيل اذا اعطانا على التفاصيل ويانا طبعا وكيل اللاعبين ما ادري عاد شنو المسمى الصحيح لهم الحين يقول لي هو عبد الله الجاسم احد اهم وابرز الوكلاء اللاعبين وصراحه صاحب الصفقات الناجحه حيا الله اخوي عبد الله يا هلا فيك اصبح عليك مشاهد اهلا وسهلا كبات الكبار بالاستديو واصبح على الساده المشاهدين اسئلتنا راح تكون كثيره السؤال اللي تحس انك ما تبي تجاوبه تجاوز عنه قول باص او لا بدون ما تقول باص تجاوز عنه زين اول شيء سمعنا بديش عليك على طول مباشره على القيمه سمعنا ان قيمه الصفقه كراتب 25000 دولار صحيح راتب شهري شهري صحيح وبدون مقدم العقد وهل عوض نادي كاظمه يعني نعم اول شيء على اساس ان اصحح معلومه اي تفضل انقالت شبيب عنده عقد بينه وبين نادي كاظمه الى 26 عشان نكون واضحين تمام وشبيب عنده بند في عقده في حال وصول لعرض خارج دولة الكويت يدفع للنادي 30% واللاعب 70% من قيمة العقد بعد موافقة مجلس إدارة نادي كاظمة تمام معناتها احنا الحين جاوزنا عن كو خطأ احنا تكلمنا فيه عن موضوع إعارة او موضوع شيء عشان نسكر موضوع الوقت بس وين الخطأ بالموضوع؟ الخطأ انه نتكلم عن وقت انه متى يا الوقت وشلون الوقت وشلون خلاص انا في عقد بيني وبين الناس. إيه بس الماده تقول موافقه مجلس الاداره فاصبح الموضوع يعني ما في خطا كذي انت تحتاج الموافقه لا لا او انت قاعد تتكلم عن وقت النادي سواء يطلع اللاعب ولا ما يطلع التوقيت نعم 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 التوقيت قبل اسبوعين اليوم قاعد نتكلم عن موضوع شبيب ويمكن باقي يومين على انتقالات تخلص في العالم ومحمد صلاح اليوم بيواجه ضغط من نادي الاتحاد انه ينتقل نادي ليفربول لا عبد الله بس الله يخليك عبد الله يخليك بس على اساس افهم انا واكون وياك بالصوره لا في الماده اللي حضرتك توك ذكرتها في موافقه لمجلس اداره فبالتالي حتى لو باقي يومين يقدر يرفض مجلس اداره يقول انا محتاجك فاصبح ردينا على نفس النقطه ان الاحتياج هو يحدد مصير شبيب ما يخالف انا برجع لك فيها على ان مجلس اداره انه يوافق ولا نوافق احنا بالوقت الحالي حاليا وقت الحالي وجود عرض خارجي للاعب بنفس قيمة شبيب الخالدي سواء أنا ما أتفق مع الأخوان لما يقولون حتى وغير حتى هذا دوري الإمارات المحترفين دوري يلعبون فيه سبع أجانب بالنهاية راح يستفيد اللاعب من إلى حتى سواء ماديا أو سواء شنو يضيف للاعب هو الخروج الاحتراف لكن أنا قاعد أتكلم أن بدام أنه في بند يناقش وبالوقت هذا أن اللاعب يطلع يحترف خلاص معناتها النادي راح يوقف في صف اللاعب لان احنا ما شفنا في عقودنا الجديده هذه او سواء قبل انه ما تم في بند عند اللاعب بالعقد نفسه وما تم الموافقه يمكن هذا صار معي مع فهد الانصاري وانتقل فهد اربع سنوات ورا بعض لاعب خارج الكويت تمام فانا بس بصلح النقطه هذه ان الوقت خلاص احنا في عالم الاحتراف ما مو ملزومين في وقت بس انت انا اختلاف وياك انك قاعد تصلح انت مو قاعد تصلح انت قاعد تقول لنا شيء موازي اللي احنا قلنا احنا تكلمنا عن مجلس الاداره يرى الصالح ومصلحه الفريق يشوف انه مثلا شبيب انا محتاجه هو يحدد المصير هو يحدد الموافقه فبالتالي هذا البند موجود يعني البند مو يلغي موافقه لو البند بس عبد الله لو البند يلغي موافقه المجلس مجلس الاداره اقول لك ايه ماشي بس انا هي بوقت ان انا ابي احترف سواء هي احتراف خارج دوله الكويت انا قاعد اتكلم من الحين انا في حطيت البند معناته انا اناقش الاداره نفسها وبعدين اللي وصل حق شبيب العرض النادي وتم اتفاق عليه عقد شبيب يبدا من 8/8 فتره انتقالات باقي عليها 22 يوم فالاخوان لما يتكلمون على موضوع انه
شبيب يكون موجود من يكون البديل من هذا يخص إدارة نادي كاظمة، هم مسؤولين عن الشيء هذا. آه بس بس وقف لي وقف لي وقف لي وقف لي عند هذه. مهاجم وجود البديل. لا عبد الله عبد الله عبد الله الله يخليك وقف لي عند هذه. إحنا نفس اللي قلناه أنت قاعد تأيدنا فيما يرى مجلس لا الإدارة. ما يدكم إن شلون إنه يطلع في الإخوان يقولون إن عن اللي الموضوع اللي ما قدرت استوعبه ان شلون شبيب يطلع وشلون نادي بالعكس اجا زين يعني اللاعب اذا بيطلع لازم يطلع تدرج الوضع الحالي عندنا بالكويت في اخر سنوات ما تسمح لي اناقش تسمح لي اناقشك ولا عندك مشكله عادي اذا تبي تسترسل خليك تسترسل لا 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 عادي عبد الله لو سمحت عبد الله خذ سؤال افتراضي الان لو مجلس الاداره شاف إن في حاجة لشبيب الخالدي يقدر يرفض العرض والعقد ولا لا؟ إيه لا ما راح يرفض لا ما راح يرفض هذا افتراضي أنت افترض أنا أقول له الحق يعني إداريا قانونية. إداريا ووفق العقد له الحق ولا لا؟ هي كلمة بعد موافقة مجلس إدارة سواء أنا ما أبي أتكلم عن خطأ في العقد أو لا يعني أصبح إحنا لا تلومنا لا تلومنا على خطأ بالعقد يعني إحنا قاعد نتكلم وفق الأصول يعني وفق المنطق لا. يا مش انت وفق الاصول انا سمعتك قبل المداخله انت في بعض الاخوان انتقدوا انه شلون يروح وانتقدوا ان الدوري افضل من دورينا لا نقصد القيمه هذه منتقل بالعكس يعني لازم نأيد الشغله هذه ان لاعب منتخب الكويت ما قلنا ليش يروح دوري محترفين خلوا يتكلم ياخذ راحتك كمل عبد الله كمل خذ راحتك اي انا اقصد ان الطريقه الاخوان قاعد يتكلمون فيها ان الطريقه احنا بالعكس نفرح بلاعب انتقل وترى مو بسهالة احنا بالنسبة لآخر سنين بالدوري عندنا مو بسهالة ان مهاجم ينتقل بس شبيب واحد من المهاجمين افضل مهاجمين بالخليج صح ومتفقين ارقام كلنا قلنا كذي وكان المفروض يعني اسف معلومة مشاهد يعني تفضل كان المفروض ينتقل من السنة باب الترشيح حق نادي حتى لا حق نادي ثاني نادي اخر لكن سبحان الله اي نادي اخر لكن موضوع ان بعد موافقة مجلس الإدارة بالعقد هذا شأن يخص مجلس الإدارة تم يمكن إذا البند موجود فلا تلومنا على بند موجود ناقشنا هذا واحد اثنين عبد الله أنت تعرف قيمتك عندنا وأصلا والله العظيم وأنا يعني أقولها من باب نقل الأمانة لو شفت الكلام اللي قال تحت الهوى عنك ها عنك يعني للأمانة لا تستاهل لا تستاهل ولو نشوف في خطأ أو في قصور منك راح ننتقدك لكن إحنا نفتخر بالعمل الجيد لكن أنت يا عبد الله حضرتك تشوفها كعمل وأنت إنسان ناجح ورجل عملي لكن إحنا نراها كقيمة شبيب إحنا نشوف شبيب يعني مو قاعد نخطئ عملكم مو قاعد نخطئ التجربة نشوف شبيب طموحنا حق شبيب أعلى هذا واحد اثنين مسألة إن نادي حتى طموح أو مو تقليل من نادي حتى نادي حتى يعني على رأسنا وإحنا نشوفه نادي طموح ونادي مقبل بقوة لكن إحنا ودنا تجربة أفضل فيعني كلامنا ابدا ما يخطئكم ولا يقلل من عملكم تفضل ممكن اقول لك شيء ابو مشهد تفضل انا ما ابي اتكلم ان انا من اللاعب اللي طلع قبل او كم لاعب انا طلع وياك لكن بالوقت الحالي مشاركات المنتخب البسيطه وانت ما قاعد تشارك انديه في ابطال اسيا مشاركات المنتخب ما قاعد تلعب كاس اسيا كاس الخليج اخر شيء يمكن اخر هذا يعتبر اميز كاس خليج من السنين اللي طافت تصفيات يعني الوضع انك تنقل لاعب بس يعني بس ابيها تكون موجوده مو بالسهاله لما اخواني يتكلمون ان وضع اللاعب انه يطلع مو سهل الحين احنا بنظرتنا القديمه لا 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 الوضع مو سهل اليوم قاعد تتكلم جارنا السعوديه وصلوا للسوبر ليج تتكلم عن الدوري القطري يتكلم عن الدوري الاماراتي هذه دوريات قويه قيمه لاعبين قاعد يلعبون بالدوريات هذه استفادة للاعب لسه ما نتكلم والله كان ودنا افضل من نادي حتى افضل من نروح اليوم ميزانيات الفرق شبيب لاعب ممتاز جدا وعمله نادره وانا شاهدت فيه مجروحه لكن اليوم ميزانيات الانديه قاعد صارع اللاعبين العالميين اليوم اللاعبين العالميين على كل الانديه بالخليج فاحنا لا نشوف نفسنا احنا للحين احنا يعني اللي احنا قبلنا لا لاعبنا هذا لازم يلعب بالنادي الفلاني لا يبا هذا دوري عادي لا النظره هذه زين عبد الله عشان الكباتن بيسالونك عبد الله اسامه ويوسف بيسالونك يوسف سويد بس خليني اقول لك شغله عبد الله لا تزعل منه احنا نشوف ان القيمه لا اسمعني بس هدوء شباب هدوء لو سمحتوا عبد الله لا انا قاعد اقول لك عن القادم لا تزعل منه مو اللي قلناه لا في اشياء الحين بيقولها نشوف ان القيمه الماديه
لا لا يستحق أكثر يا أخي. إحنا نشوف شبيب يستحق أكثر، بس كلامك صح، أنت أدرى وأنت بالمطبخ وأنت عارف الموضوع أكثر منه، لكن عاد لا تصادر رأينا وتصادر فكرتنا. إحنا أبداً أبداً ما لنا لا ناقة ولا جمل الموضوع، بس أخي خلنا إحنا نطمح للأفضل حق ولدنا. اسأل أو اسمع سؤال يوسف سويد لو سمحت. عبد الله تفضل. مساك الله بالخير عبد الله. هلا أبو عزي. هلا والله. شوف عبد الله، إحنا ما قلنا ليش يروح، أو إحنا مو مؤيدين روحته حق الإمارات. إحنا قلنا لما يروح النادي كاظمة في مكان فاضي في خط الهجوم كاظمة، ولا أنا قلت لك إياها وأعيدها مرة ثانية، أنا مع اللاعب إنه يروح ويأمن مستقبله ويشوف مصلحته، لكن هل كاظمة عندهم اللاعب البديل حق شبيب الخالدي في خط الهجوم؟ بعدي هذا موضوع فني وانت عندك صح. ادري صح هذا صح كلامنا، هذا هذا تكلمنا، هو قاعد يوضح لك هذا اللي قاله، مو قاعد يسالك عبد الله. انا ما تكلمت عن عقود بينك وبينهم او شنو صار او هذا، لا انا كلامي فني يهم الفريق. اي هذا كتوضيح عبد الله. اي وهذا الشيء بين في مباراه النصر، كنا فاقدين شبيب في هذا المكان. شكرا على التوضيح عبد الله، هذا كان توضيح يعني مو سؤال لحضرتك. الحين اسامه ايضا مداخله من اسامه. اي تفضل معك تفضل. عبد الله مساك الله بالخير العبد. هلا والله يعطيك العافيه. اول شيء طبعا مشكور انك كنت قاعد تودي اللاعبين الكويتيين، ومجهودك واضح ان يلعبون بالدوريات دوريات المحترفين. بس نبي نعرف قيمه العقد، انت ما شرحت لنا وصوتك ما كان واضح. قيمة العرض كاملة مع المقدم، احنا يعني بس 25 ولا في مقدم عشان ما يصير فيه لغط يعني؟ لا شوف قيمة العرض انا اعطيك مجملا قيمة العرض عشان تكون بس حتى جماهير اللي بالكويت حتى جماهير الاندية المنافسة لكاظمة. عقد افضل طبعا من نادي كاظمة المقدم لم يكن دبل او دبلين او ثلاث او اربع مرات من راتبه في كاظمة، هذا رقم واحد خاصين منه. رقم اثنين، إدارة نادي كاظمة حصلت على إعارة 30% من قيمة المبلغ، 70% للاعب. قيمة الصفقة كانت 450,000 دولار مقسمة على 10 شهور، 150 لنادي كاظمة و 300 للاعب. فيعني جميع المقاييس التي تشوفها ماديا هي أفضل للاعب. أنا ما قاعد أتكلم الحين عن إنه يحترف وإنه يروح وكذي، أنا قاعد أتكلم عن مادة. نعم. عشان نكون واضحين، مادة. فمن أول شيء نتكلم إحنا مادة استفادة للاعب، نعم استفادة للاعب أول شيء قاعد نتكلم ماديا، وإحنا هذا أهم شيء. المادة من المادة أبو عبد الله صح. نعم. المادة شيء أساسي بالنسبة حين للاعب اللي يفكر فيه، أهم شيء إن اللاعب يستفيد. في لا عبد الله ترى إحنا مو متفقين، ممكن يعني قاعد نسمع بإنصات ترى مو متفقين في آراء. تشوف إن الاعتبار الأول فني وبعدين مادي، اما بس مادي اودي اي نادي، في انديه ممكن يعني تتعاقد مع لاعبين كبار وتدفع مئات الملايين، تتكلم باوروبا وهو نادي متواضع ما يروح للاعب، النجوم ما يروحون. فاحنا ما نتكلم عن الوضع المادي فقط، نتكلم عن الليفل يعني الليفل المستوى، وهذا ما ينطبق. ما اتكلم عن صفقه شبيب بس اتكلم بالمجمل يعني. ايضا مداخل المجمل يا ابو شهد. اي حتى المجمل المقابل المادي ممتاز، ومقابل كاضافه للاعب كسبيه ممتاز. تمام، بس انا اتكلم الان في عندك صفقه في ليفل عالي ومبلغ يعني 3-4 خلينا نقول مليون، ها 750,000، وليفل نازل شوي ومليون، تروح وين؟ انا كلاعب ليفل ومع شويه تنازلات ليفل عالي اروح نادي اقل. بس ما عليه، بس في لاعبين عالميين راحوا عشان الماده. بعد ما قلت العروض، احنا نتكلم عن شبيب افضل لاعب عندنا 3 مواسم وهداف ويتغلب على المحترفين. اصلا 3 مواسم احنا ما نتغنى الا بشبيب يعني في مقتبل العمر، لكن تكلمني عن تجارب في نهايتها عبد الله. في لاعبين مشاهد، في لاعبين باوروبا. بس خلينا نسمع بتكفى. خلينا نقول احنا وين بالخريطه؟ احنا لما نقول احنا وين بالخريطه؟ احنا ما قلنا احنا قلنا شبيب. عندك اعتراض على اللي قلته عن شبيب؟ مو 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 انا قاعد اقول لك احنا لما تقول ان احنا واحنا واحنا احنا وين؟ ما قلنا احنا للحين، ما قلنا احنا وين؟ ما قلنا احنا عبد الله احنا وين؟ فانت لما تقول لي لاعب، والله انا مو مؤيد ان اللاعب يطلع. لا لا يا جماعه، بس شغله بس ابي اقولها هي اللي استفزتني بالموضوع. مو بالسهاله لاعب يحترف بالدوري الاماراتي. صح صح عشان بالوضع الحالي احنا حاليا، واللي ساهم ان شبيب
يملك الموهبة ومشاركة المنتخب الأخيرة هذه ساهمت إن الوضع إنه يطلع. صدقوني في الوسط الوسط يعني بالنسبة للاعبين المحترفين بالنسبة للأجواء الخليجية اللاعب الكويتي يعني أنا ما أقول لك غير مرغوب فيه. أوكي. عشان أقول لك إياه لأسباب وأنت عارفها. أوكي. نواف الخالدي معك عبد الله. عبد الله انا بقول لك كلمه يعني كلمه حقي فيك انت حقيقه لعل يعني انت تعتبر من الشخصيات اللي ساهمت حقيقه في بروز اللاعب الكويتي ولعل انت انتقال اكبر دليل على كلامي يعني انك انت فاجاتنا حقيقه من خلال ما شاء الله يعني علاقاتك ومعارفك وطريقتك حقيقه في التسويق بانتقال مثال يعني لفهد الانصاري الى نادي الاتحاد السعودي كنادي جماهيري ونادي يعني له تاريخ كبير وانت شفت مثل ما احنا شفنا شلون النادي الجماهيري يعني ساعد فهد هناك وشلون كانت نجومية فهد اللي الى الان ما زال يستثمر هذه الجماهير الكبيرة حقيقة كانت في الاتحاد السعودي وايضا من مفاجآتك الجميلة حقيقة انتقال حسين فاضل الى الوحدة الاماراتي فعبد الله يعني حقيقة أنت عودتنا قاعد يمدحك راح يطقك لا والله لا 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 عبد الله روح للنقطة مباشرة لا لا هذه يعني دير بالك لا والله يعني يعني جماعة إذا كان خلنا نتكلم صراحة الآن بسوق الانتقالات أو القيمة السوقية للاعبين المهاجم هو ها يمكن الأسهل والأغلى عدل فإذا أنت استطعت أنك من خلال تسويقك لحسين فاضل أن كمدافع ينتقل للوحدة الإماراتي ثم فهد الأنصاري إلى الاتحاد السعودي فكمهاجم شبيب كمهاجم يعني مرغوب ها يعني توقعنا أنه ممكن يعني كان بالإمكان أفضل كان بالإمكان أي والله كان بالإمكان أنه يكون في عبد الله حقيقة هذا الرؤية اللي قالها أو الفكرة اللي قالها كان في عروض ممكن الوقت ما ساعده ممكن كذا الحين نسمع لكن تفضل عبد الله انا مقتنع بامكانيات شبيب وشبيب يقدر يلعب يعني بافضل انديه لكن انا قاعد اتكلم انه شبيب كعمر 25 سنه هو عنده سكور ممتاز يقدر يثبت نفسه الحين مع نادي حتى ويقدر يعني يلمع نفسه اكثر بالنسبه للدوري الاماراتي والمستقبل عنده قدامه تو الناس يعني اوكي وشبيب قادر ان شاء الله ان شاء الله سلمى عواد تفضل هلا ابو جاسم مساء الخير هلا ابو طلال هلا بالحبيب أنا يعني لما نتكلم وأنا اللي يمكن بداية الموضوع إنه بالنسبة لشبيب أنا أعتقد إن تجارب المهاجمين اللي قبله الكويتيين في أندية أكبر من حتى ما كانت إمكانياتهم أفضل من شبيب حاليا وعلى اعتبار إنه كان يمكن الدوري في ذاك الوقت يمكن أقل قوة من الحين أو أقوى من الدوري المتواجد حاليا لذلك أنا كنت أتمنى إن شبيب يكون في أحد أندية المقدمة سواء في الإمارات أو في الخليج يعني وهذا ما يعيب يعني احنا ما نبي نوقف طموحنا بالنسبه لشبيب، شبيب هو شمعة الكره الكويتيه حاليا، هو اللاعب النقطه المضيئه اللي نشوفها ونتامل خير باقي الاجيال سواء هو ولا مبارك ولا عيد ولا فواز ولا اللاعبين اللي نتامل فيهم خير نقطتك حق عبد الله حق عبد الله انه يعني لما نتكلم هذا طموح لنا احنا كمحبين شبيب محبين الكره الكويتيه ان نتمنى ان نتطور وما يكون في اول عرض خلاص كانه مو مصدقيننا وكلمه انه اللاعب الكويتي مو مرغوب انا ما اعتقد انا ما وافقك فيها ليش سلمان ليش مرغوب لا بالعكس اللاعب الكويتي لاعب مهاري بعدك عبد الله انا عندي شبيب الخالجي افضل مهاجم بالخليج انا بالنسبه لي افضل مهاجم في عروض سمعت خل شبيب لا هذه مساله تسويق لا مساله تسويق لكن انا تحط طموحي تقول لا والله اللاعب الكويتي مو مرغوب لا مرغوب عبد الله يعني اجابتك على النقطه هذه مهم يعني انا حاولت اجاوب نيابه عنك بس اعتقد انت اقرب مشكور بطلال على 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 السؤال حاضرين ودي اقول لكم شغله كلمه مو مرغوب يا جماعه مو مرغوب كشخص مفهوم 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 بس يقول لك نقول لك على اي اساس هو يسال على اي اساس حالي كوضع حالي للدوري الكويتي كوضع حالي للكره الكويتيه اكيد انا واحد من الناس لما اتكلم قدامك انا عندي 6 لاعبين خذيتهم من الدوري الكويتي ووديتهم من الدوريات برا عمر السومة فهد الأنصاري حسين فاضل أحمد الضفيري فهد الآجري روجيريو من الدوري الكويتي في مو مشكلة مو مشكلتي إني أودي حق نادي كبير ولا شيء بس أنت لما يكون وضعك اليوم نواف الخالدي موجود وحقق كأس الخليج
اول ما رد نواف الخالدي من كاس الخليج اللاعبين يلعبون 11 لاعب بالملعب، سبع لاعبين وصلت لهم عروض من انديه بالخليج ممتازه. اليوم قاعد تتكلم انت وضعك، اكيد انا ودي يعني انا مثلا لو يجيني عرض من نادي من التوب 5 او يجيني عرض من نادي وسط اكيد ودي اللاعب الكويتي يروح من التوب 5، اكيد انا بالنسبه لي افضل. لكن انا لما اقول فرصه حتى لا، انا اشوفها ممتازه جدا بالوضع الحالي. خلي المنتخب يرد يا رجل، احنا اقل استحقاق كاس اسيا الجاي اللي المفروض نكون شاركين فيه، لان هذا اكبر يعني اكثر انظار ومحطه للاعب الكويتي احنا هم شاركين فيه. فيا جماعه الاقناع شوي، خلينا نكون منطقيين حتى بدورينا، شلون طريقه الدوري، شلون احنا الناس اللي برا تتابع دورينا ولا شيء، ما عندنا مشاركات، شلون يشوفون لاعبينا؟ ارجع واقول لك اياها من منظور ثاني، اللاعبين السوريين قلوا احترافهم، اللاعبين العمانيين، اللاعبين البحرينيين، ليش؟ هذا كله المشاركات اللي برا كانوا يطلعون بالدوريات. احنا شويه نحتاج وقت يعني حق اللاعب انه يكون، وانا ودي كل اللاعبين يحترفون والله. عبد الله، في عندي سؤال بالتويتر وصلني يقول لي السلام عليكم مشاهد، اتمنى تسع عبد الله جاسم عن النادي الثاني اللي طلب شبيب الخالدي، عاد الاجابه اختياريه، كيفك؟ تحفظ. اوكي زين، قبل ما نختم هذه المداخله اللي نشكرك عليها عبد الله، خلينا نتفق على شغله، انت تشوف الموضوع. تبي اقول لك شغله ليش تحفظ مشاهد؟ تفضل. لاني لو ذاكر اسم النادي الثاني، اذا انت تتكلمون حتى لو ذاكر اسم النادي الثاني، ما يعني مع احترامي لكل الانديه، لكن انا ما ابي اذكر اسماء الانديه عشان بس انه ما ابي وضعنا احنا شلون. انا يعني بس للحين اقول لك اياها ان انا شلون تجربه الشبيب الخالدي اللي انا اتمنى لها بالنجاح، ان شلون بالنسبه حق بعض الشارع انك انا احترم رغبتك، احترم رغبتك، عشان كذي قلت لك اختياري. لا اذكر عادي العبد، اذكر فالعبد عبد الله، اسف عبد الله العبد، انت خليتني اقول العبد عشان يذكر قاعدين برامج احنا الله يطول عمرك عشان يذكر. ها كذي تسهل اقول لك شيء يذكر على طول. عبد الله الجاسم حبيبي، عشان نختم بطريقه انت تستحقها، احنا كنا اختلفنا في بعض النقاط وفق طموحنا، احنا اعلاميين رياضيين بالنهايه احنا عاطفيين، احنا نشوف شبيب نقطة مضيئة مثل ما قال سلمان، فبالتالي نرى طموحنا اكبر، انت اقرب للقرار وانت بالمطبخ وانت ادرى، فيعني كلامنا ما ينفي كلامك وكلامك ما ينفي كلامنا. شكرا عبد الله على وجودك ويانا، شكرا على مجهودك اللي قاعد تسويه مع لاعبينا، ونتمنى ان شاء الله يوفقك عبد الله، شكرا لوجودك معنا في هذه المداخلة. انا اشكركم على هذه المداخلة، واتمنى ان بس اخواني كلهم كبار رمون عليهم، وانا اشوف هذا الشيء صحي لما احنا نتبادل الاراء. الحمد لله، شكرا عبد الله، ان شاء الله حلقه تشرفنا هنا باذن الله ونتناقش عن بعض المواضيع المهمه. شكرا عبد الله جاسم، شكرا لك وشكرا على مداخلتك. اقرا بعض التغريدات الربع هني عندي، يقول لي قد ساوي مدريد، يقول كابتن ماهر ما تقرا تغريدات، واضح زعلان على المغردين. ما ازعل المغردين وانتم الاصل، بس زحمه، شفت زحمه المواضيع. يوسف هندي يقول احتراف شبيب الخالدي بالدوري الاماراتي قرار موفق، واللي ينتقدون شبيب الخالدي باختيار النادي حتى كونه ليس من الانديه الكبيره هم انفسهم الذي اثنوا على يوسف ناصر اثناء احترافه في عجمان الاماراتي، ولم يحصل يوسف على النقد مع عجمان وهو ليس فريق جماهيري. هني يقول انتقال شبيب الخالدي بهالسرعه للنادي حتى يمكن لان تم ارتباطه او ارتباط اسمه بنادي القادسيه. هني عبد العزيز اسماعيل يقول اقتراحاتي ان تشركوا المشاهدين بعناوين الحلقه بعد كل حلقه في الويب سايت، يكتب لكم يقول وما يعقب كل الضيوف على المواضيع، الاهتمام الاكبر يكون لدوري فيفا، دوري فيفا مو موجود حاليا، هو دوري زين، فتبينا نشاركك بالمواضيع وانت مو عارف دورينا، راح توهقنا، راح تقول لنا تتكلموا عن دوري فيفا، فبالتالي خل الموضوع علينا وتمتع بالرحله وتمتع بالمشاهده. استمتع. نعم. هني العجيان يقول لا يوجد للاسف لاعب كويتي بوجود هذا العدد المحترفين، خاصة وأن أنديتنا قليلة يتعدى الأول عدد ما يتعدى الأصابع، وعدم وجود رديف يكون مجال اللاعب الكويتي للعب بسيط وهامش بسيط. هني يقول ولا لاعب في الكويت من فيهم شبيب يستحق الاحتراف. ما نتفق وياك يعني، لكن أنا أقولها من باب الشفافية، أقرأ كل التغريدات. أحمد ماجد يقول سلطان العنزي يستحق الاحتراف. طيب عشان نسكر هذا الموضوع، عبد الله جاسم قال رايه، ولما يتكلم عبد الله جاسم وهو اقرب، انت اعترضت سلمان على فكره ان اللاعب الكويتي مو مرغوب، وهو يتكلم على سوق مو قاعد يعرض عليه هو، مو تقصيرا او قصورا في اللاعب الكويتي، لكن مو قاعد يعرض عليه، هذا يمكن قصده. صحيح، يمكن. واذا تتكلم على مستوى الدوري، انا اقول لك ان مستوى دوريات الخليج ترى متقاربه، الكويتي البحريني حتى الاماراتي،
كله في مستويات واحدة. لكن في أسامة مو متفق معك. لا لكن بس أنا بس في شغلة عفوا بطول. أنا بالنسبة يعني قال كلمة يعني صحيحة. اليوم أنت ما بتكلم على مستوى الأندية. أنا اليوم بنتقل للمنتخبات. اليوم أي منتخب يشارك ويبرزون لاعبينه ويحققون نتائج ويوصلون صدقني أغلب لاعبين يحترف العين عليهم. نعم. فالآن الموضوع موضوع منتخب مو أندية. صح. بس في استثناءات بعد. لا 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 أنا لا أتكلم بصفة عامة أنا. دليل منتخب البحرين. منتخب منتخب العماني كان هم 15 إلى 16 لاعب برا. منتخب البحرين نفس الشيء. ليش حققوا نتائج؟ صح. برزوا كانوا بتصفيات كأس العالم يفوزون على اليابان ويفوزون على كوريا ويفوزون. فإحنا لما نوصل هذه المرحلة صدقني راح تشوف يمكن أكثر من 10 لاعبين راح يطلعون احتراف. كلام عبد الله صحيح. أنا أتفق معه أن مستوى المنتخب وليس مستوى الدوري. صحيح. لكن في استثناءات. شنو يعني في استثناءات؟ كل قاعدة في استثناء. صحيح. بعض يعني في يمكن اللاعب الكويتي بشكل عام مرغوب في دول الخليج خاصة. لكن اللاعبين السوريين يا أخي ما كان في دوري. وكانوا منتشرين في الخليج منتخب لاعبين عالميين جيجز عمره ما شارك. يعني انتم متفقين صح منتخب انا اقول لا بس في استثناء لما يكون منتخبي ما يشارك مو ذنبي لما صح. يكون منتخبي ضعيف مو ذنبي انا كلاعب نجم وانا يعني مو قاعد اسقطها على الكويت لكن بشكل عام نتكلم لما يكون لاعب بارز ومنتخب بلاده مو بذاك المستوى مو معناته الليبيين كذلك يعني انا اقول لك هي ترى هي باكج منظومه ما تقدر تختار يعني جورجويا حاول يوصل مع ليبيريا هو افضل لاعب اوروبا حاول يوصل كاس العالم ما قدر هو تسويق صح الموضوع جارث بيل نفس الكلام قلت حالات استثنائيه انا قاعد اكلمك بشكل عام بشكل عام انا ما احنا سلطان الطوقي سلطان الطوقي لما انتقل للغلطيه منو سلطان الطوقي ترى كانوا حتى في عمان ما كان معروف يعني صح هو انتقل للغلطية احنا ما ندري هو اي نادي لعب اي كذا لكن نشوف دور نظرة الوكيل يعني سبحان الله شوف في نقطتين في نقطة تخص شبيب مشاهد شبيب من المهاجمين وخلي يسمع الكل شبيب من المهاجمين اللي خليني اقعد لنهاية المباراة بأي لحظة ممكن يسجل صح بأي لحظة ممكن يقوم وهذه تلقاها يعني شغله نادره في المهاجمين مو اي مهاجم عندك مهاجم هداف مهاجم يكتنس اي فرصه مهاجم خطر داخل خط ال 18 سواء بالكره العاليه او بالارضيه هذا يجبرني اني اقعد لنهايه المباراه ما يخليني اذا بتكلم عن شبيب امكانياته نشوفها كثيره صح هذه شغله الشغله الثانيه لما تكلمتوا عن اللاعبين اللي ممكن ما يفكر في الماده بالانتقال مثل ما قلتوا في لاعبين أوروبا يقول لك إذا أنا بنتقل حق النادي الفلاني إذا هذا النادي ما يلعب في أبطال أوروبا ما أروح هذا نتكلم عنه الليفل يعني مو بس المادة طب يعني ممكن يضحي بالمادة بس إذا هذا النادي بيلعب أوروبا ممكن أروح صحيح. فأغلب اللاعبين أوروبا كان يطبقون هذه الطريقة نعم. وأتمنى إن شاء الله حق شبيب إنه يتوفق إن شاء الله إن شاء الله طيب خلونا نروح لموضوع آخر نتكلم عن الجولة الأولى في دوري زين وخصوصا يعني في شغلة يعني والتقرير راح يتكلم عنها وهو يعني اللاعب الأجنبي هو الأكثر في التسجيل 17 هدف سجل اللاعب الأجنبي تفوق يعني في المحترف الأجنبي في التسجيل في الجولة الأولى خلونا نروح إلى التقرير ونتكلم عن الجولة الأولى بشكل عام طيب الجولة الأولى نذكر بالنتائج الكويت فوز على الجهرة 3-1 النصر وكاظم 3-3 قادسية وخيطان تعادل 1-1 العربي فوز على السالمية 3-2 فحيل وشباب 1-1 بالإضافة إلى بعذبي الجولة بشكل عام شنو أبرز ما أتى فيها وفكرة المحترفين وتفوق المحترفين بهذا الكم الكبير يعني 17 هدف شوف أبرز ما فيها أنه ما في مباراة 0-0 كلها كان الأبرز ما فيها كان الأهداف كثيرة كانت لما تقول لي الأجانب لاعبين المحترفين كانوا البارزين وكانوا سجلوا أنا ألوم الأندية بصراحة ليش؟ أنا أقول لك ليش أنا أجيب مهاجم أجنبي محترف
وين المراحل السنية؟ ليش ما أطلع من المراحل السنية؟ أنا أفكر في المنتخب ترى. أنا أفكر في المنتخب. لو تكلم الإخوان كلهم كم مهاجم عندنا يمثل المنتخب؟ ترى ينعدون على أصابع يمكن. أنا بشاهد ما أتكلم عن أي مهاجم عادي. بس واحد. إيه ما أتكلم عن مهاجم عادي. أنا أتكلم مهاجم هداف ومهاجم يكسبني مباراة. إحنا مو عايشين بالعالم. أنت قاعد تشوف اللي حولنا. فريق كامل أجانب. فريق كامل أجانب. أنت تبي تبينا بس إحنا نرد على المراحل السنية. شوف أنا بقولك شغلة. أنا هذاك ما يهموني. أنا يهمني منتخب الكويت. هذا اللي أنا يهمني. هذاك فازوا وخسروا ما يهمني. أنا يهمني منتخب الكويت. أنا قلت لك هذه المشكلة عيب في الأندية إني أنا ما أطلع لاعبين محليين مهاجمين ما أطلع ترى حتى مدافعين أغلب الأندية كلها محترفين مدافعين ومهاجمين خط نص موجودين عندنا بس هذه المشكلة وين اللاعبين من مراحل السنية 20 سنة و 19 سنة وينهم ليش ما أطلع ليش أنا كل اعتمادي على هذا المحترف الأجنبي وبعدين نقول ليش المحترف يسجل وليش المحترف هو يكون البارز لأنك أنت ما تطلع وثاني شيء الخمس محترفين هذه ليش أنا أقتنع أن ألعب ثلاث محترفين عشان أطلع لاعبين ترى قبل ما يخالف اسمعوني أرجع قبل كانوا في اثنين محترفين بس صح وشوف المستوى شلون يكون بس مو أي محترفين بشهد أنا أي محترف عشان أنا أستفيد منه لما انطاها بصري كان في العربي كان علي الملا واليمة يستفيدون منه لما كان حسن إشحاتة بكاظمة كان حسين محمد وليام يستفيدون منه فأنا ما أجيب محترف بس مجرد محترف إني أنا يجيب محترف ويكون اللاعب المحلي كمستوى أحسن منه هذه مشكلتنا في الاختيار فلا نشتكي نقول اللاعب الأجنبي زين شو الحل؟ شو اسمه؟ شو الحل؟ الحل إن أنا لازم أعتمد على هذول المراحل السنية. شلون أعتمد عليهم؟ الحين قاعد تشوف أنت الأندية أقل من المحترفين. يعني هذا الحل أقل المحترفين. بدال خمسة على الأقل يا اثنين يا ثلاثة عشان أطلع لي مهاجمين. أنا أفكر باشي في المنتخب وشاهد أغلب صح الأندية أغلب المحترفين مهاجمين أغلب شفت شلون ولا أندية ما يهمها أنا أبي ببطولة صح بس ما أفكر إني أطلع فريق ما أفكر إني إني أعتمد على هذه الجولة بشكل عام شنو اللي شفته أبرز فريق شيء لفت انتباهك أنا قلت لك الكويت شوي كان بارد نادي الكويت كان حسم المباراة 3-1 كان هو البارز لفتنا نظري مهاجم نادي العربي خابة من النوعية من المهاجمين اللي أذيك داخل خط 18 نفس المهاجم من نادي الكويت خير شيء ياسين خنيسي أنت قلت غلط بس شوي حسبالك لا 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 ما سمعنا طافة فهم الاثنين تقريبا من طريقة لعبهم مشابهة شوي داخل خاصة داخل خط 18 يعني يعجبني المهاجم اللي داخل خط 18 ياخذ أماكن ويستقل اي فرصه داخل خط الثمانيه مزعج للمدافعين كاظم شلون شفته في ظهوره شوف كاظم مشكلته في الدفاع ولا ما يسجلون عليك ثلاث اهداف في مبين عليك عندك خلل في خط الدفاع غياب ميشيل ممكن اثر على خط الدفاع بالاضافه الى خط الهجوم مثل ما قلت لك اياها في البدايه غياب شبيب اثر على منظومه الهجوم داخل فرق داخل الملعب اكيد فرق ابو عبد الله اول شيء عنوان التقرير ويعني السيطرة واللاعبين المحترفين 17 هدف يعني هذه الفكرة بالإضافة إلى أبرز ما شفت في الجولة شوف طبعا اليوم يعني ما في غيره يعني أنت لما تقول لي غياب اللاعب المحلي بالتهديف لأن أساسا ما في مهاجمين محليين العام اللي كان ينافس كان شبيب ومحمد دحم بس اثنين زين شبيب مو موجود فمن بينافس المحترفين يعني اكيد راح يكونون المحترفين هم اللي او الاجانب هم اللي موجودين وهم اللي متصدرين وهم اللي يسجلون لان ما عندنا المهاجمين الموجودين عشان نقول والله فلان ليش ما يسجل فلان كل انت لو تلاحظ الخط الامامي الوينجات وراس الحربة باغلب الانديه محترفين فانت من اللي بقى من اللي بقى والله يعني وهذه شغله يعني هذه الاحصائيه وبدايه هذا مؤشر خطر اتفق مع ابو عدبي انا مؤشر خطر بالنسبه للمنتخب الكويت اليوم انت كمنتخب الكويت اليوم لما انا اشوف الاجانب مسيطرين على كل المراكز سواء اللي احنا نعاني منهم غلوب الدفاع وغلوب الهجوم كلهم هذول مسيطرين عليهم الاجانب اهم مراكز اهم مراكز فاحنا قاعدين احنا صار لنا الحين دادش عليهم الارتكاز الحين صار لنا كم سنه الحين ما عندنا الا خالد ابراهيم وعندنا
ايش اسمه عبد الرحمن لا الشبيب بالهجوم وخالد ابراهيم بالدفاع الباقي كله محترف اتكلم على البروز ها فانت اليوم يعني انا اقول انا مع تقليل صراحه يعني محترفين تقليل عدد المحترف ايه يعني 3-2 بس انا قصدي تقليل عشان اللاعب المحلي اللي نستفيد منه بالمنتخب يكون حاضر يورينا يبين لنا يطلع لنا فانت لما تكون والله الخمسه طب اغلب الانديه اليوم قاعد يشاركون 5 محترفين هو ليش 5 اصلا يعني الحين في واحد يجاوبني هو ليش 5 اولا الفلوس مو كافيه فلوس شويه يقولك عشان مشاركات الخارجيه مشاركات خارجيه قليله بس فريقين يشاركون وقليله يعني مشاركات خارجيه الشغله الثانيه يعني جوده اللاعبين الاجانب يا جماعه كلنا ندري جوده مرات تصير بنادي الكويت العربي القادسيه وكاظم ومرات السالميه والباجي رب رميه من غير رامي شو اللي مخلينا 5 اليوم لا اليوم يعني احنا طبعا اقترحنا العام الموسم اللي طاف بالاتحاد انه من خلال هالبرنامج نقلل عدد المحترفين هذا اقتراحنا بس ممكن تجاوبني ولا ما عندك اجابه صدق انا محتاج اجابه ليش 5 هو ليش اقول لك الخمسه عشان مشاركات 3 سنوات صار لها 5 او 4 3 سنوات تقريبا 3 سنوات ارتفع مستوى الدوري لا يعني المفروض يعاد النظر فيه ما احنا انا اليوم ما قاعد اتكلم على مستوى دوري انا اليوم قاعد اتكلم عن المنتخب اي قاعد يتراجع اليوم انت لازم تعطي فرصه للاعبين شلون تعطي فرصه شلون بتطلع لك قلوب دفاع اذا كنا نادي جايب قلوب دفاع 2 شو من وين بتطلع قلوب دفاع من وين واحنا اساسا 10 انديه من وين بتطلع قلوب دفاع هذا كلام صحيح ما ادري بس زين ايش رايك نكمل الموضوع يا شباب بعدين نرجع حق الجوله لان قلت لك شنو ابرز ما بالجوله لا نرجع لا نرجع نرجع بعدين تقول كلام حلو خليني اسال الناس فيه يلا تفضل بس اعرف له سامي فاندي سلمان انت اتفقت مع الفكره هذه انه يعني اتفقت السبب يعني انا مع عدد يعني زياده عدد المحترفين في حال كان هناك قاعده كبيره يعني ما معنى انه يكون دوري الممتاز 14 او 15 نادي والدوري الدرجه الاولى 10 انديه في دوري درجه ثانيه في قاعده صحيح. كبيره زيد عدد المحترفين يرتقي المستوى لكن في هذا العدد المحدود من الانديه وعدد المحدود من اللاعبين انت قاعد تحد من مشاركه لاعبين المنتخب في لاعبين منتخب يا رجل ما شاركوا بالموسم وتشوف راح المنتخب وما الوم القائمين على الاختيارات لان ما عندي عدد انا محدود. مطلوب مني 30 لاعب او مطلوب مني 25 لاعب 20 يشاركون 5 قاعد يشاركون فبالتالي وانت يعني تعلم ان هاللاعبين مستواهم جيد فبالتالي اتلموا هذه يمكن السبب الوحيد اللي اروح فيه انه تقليل عدد المحترفين لكن في حاله زياده عدد الانديه لا انا مع ارتفاع عدد يعني وكنت انتقد حتى في بدايه الامر مع الدوري السعودي انه كيف يوصلون 7 ممكن راح ياثر على المنتخب السعودي بالسلب لكن لا بس غير إيه انا هني اقول لك هذا الاختلاف إيه طلع هذا الاختلاف هو نفسه قاعد يقول هذا اللي قاعد يقول اختلاف تمام إيه هو قاعد يجاوب انعكس عليهم بالايجاب شفنا المنتخب السعودي وانت وعلى على على اللاعب السعودي هني اللي اقول لك ما يصير عندي 14 نادي واحط لي 5 محترف انت لو تحسب باللاعب يعني مدرب المنتخب تدري اختار من كم يبي 30 من كم لاعب يبي 30 من 50 لاعب من 50 لاعب يختار يعني الكل المفروض يروح المنتخب يعني اللي يلعب بالنادي المفروض يروح المنتخب وهذا الحصل هذه المشكله اللي اقول لك بعدد اللاعبين لكن في هالحال لا انا نرجع على 2 اول تذكر نرجع على 2 لان مرحله انت خلينا نقول مرحله انت احنا يا اخي لا نشارك كاساسي ولا قاعد نشارك ببطولات خارجية رد 2 على الاقل موسمين خلي يبرزوا اللاعبين وكيفك عقب ان شاء الله تخليهم 10 لاعبين محترفين بس عط فرصة على الأقل موسم نسميه موسم استثنائي يا بدون محترفين يا محترف أو 2 وعطنا هالفرصة هذه خلينا نجرب خلينا نشوف اللاعبين خلي اللاعبين يلعبون خصوصا انك جربت خلاص ثلاث اربع مواسم مجبر الأندية انها تلعب لاعبين محليين هني يبرزون عندك مواهب لما تقول لي والله انا مالهم والله زين بنفكر فكرة كذي يعني خارج السرب ممكن نواف انه ماكو محترفين كلش موسمين ولا انت تأيد انه بس قليل على الأقل يعني 2 لو نفكر انه ماكو كل بس موسم. نقدر نلعب بدون محترفين اي نقدر ليش نقدر صح بس لا يعني خير الامور اوسطها اقول 2 لكن الخمس محترفين حقيقه هذا لا يمكن القرار هذا منتخب القرار هذا يفكر في مصلحه المنتخب لا يمكن هذه يعني هذه اصلا القرار اتخذ نتكلم يعني شوي شلون القرار اتخذ للخمسه هذه
يعني حقيقه كان في تدمير للمواهب، تدمير لطموح اللاعب، تدمير. يا اخي انا الحين لما اسمع المراحل السنيه مثلا الفريق ايا كان الانديه متصدر وسجل لاعبين 50 هدف وكذا لسنوات بالفتره الاخيره، لكن ما شفت ولا واحد من هذا بالفريق الاول، يعني بس اكتساح بالمراحل السنيه، لكن وين اختفى؟ ماكو فرصه، ماكو فرصه طبعا، ماكو فرصه. اقول اذا تحط لي اثنين محترفين أو مهاجمين واثنين مدافعين انت يعني جريمه اللي حصل الحين، يعني ما في الكويت، ما في راس حق، ما في ايام اثنين، وهذا ابو عبد الله يذكر ايام اثنين بدايه 92 كان لاعبين اعمار 17 16 سنه يشاركون الفريق الاول. صحيح. الحين متى منو اخر لاعب شارك هالعمر؟ حتى الطموح 16 17 عطني لاعب واحد حتى يعني ما 20 يوصل يا رجل 21 سنه ما يشارك. والله خلينا نقترح انه موسم بدون محترفين. والله انا يعني بدون محترفين في فتره شفت اشارات المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي والله ما عرفت ولا لاعب، ما يلعبون ما تعرف والله منتخب الاولمبي، يعني احنا كنا منتخب الاولمبي احنا لاعبين محترفين، بشار محترف فرج لي اسامي، يعني كلهم اساسيين بانديتهم. صحيح. ولا لاعب، يمكن ولا لاعب فريق اول. جريمه، معقوله تمر هذه مرور الكرام؟ زين اصبح من اتخذ القرار هذا يا جماعه لا يمكن ان يفكر في 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 مصلحه المنتخب، وشاهدنا طبعا الانعكاس على المنتخب. منتخب زين يعني نواف اصبح اقول ها افضل نشيل او نلغي المحترفين لمده موسم على الاقل نجرب. شو المشكله نجرب موسم استثنائي والله، يعني شو المشكله؟ بس دقيقه نواف، والان رفعوا قيمه دعم المحترفين اللاعب الاجنبي، يستفيد من الانديه حق اللاعبين. لا مشاهد، انت الحين لما تقول مثلا الخمس محترفين للمشاركات الخارجيه، طيب الخمس محترفين احنا صرنا حتى بالملحق بالاسيويه، ملحق الكاس اتحاد الاسيوي، الاتحاد الاسيوي ما كنا نحصل، يعني دائما الكويت القادسيه يحصلون على هالبطوله. نعم. الان انت ما تتاهل، فوين الاستفاده؟ يعني مو معقوله مثلا قرار مثل هذا يمر مرور الكرام وما حد يتناقش فيه ولا حد. اسمعني، خلينا نتناقش فيه الحين. خلنا اقول لك شغله، ليش انا ما طالبت من قبل ولا فكرت اني يعني اقترح عبر البرنامج؟ الحين اقترح ليش؟ لان قيمه دعم اللاعبين او المحترفين زادت، صارت 200,000 دينار. فهذا قبل توفر كم؟ 20,000؟ لا، الحين توفر 200,000 دينار تعطيها النادي يستفيد منها بطريقه او باخرى على اللاعبين المحليين، ونلعب موسم استثنائي نجرب، ما راح نخسر شيء. شنو راح نخسر؟ يعني على قولتك احنا قاعد نشارك ملحق كاس الاتحاد الاسيوي، ومنتخبنا يعني قاعد يجاهد، ما نبي نشارك، يجاهد ويصارع عشان يوصل حق يرجع الى سابق عهده او حاله الوسط اللي كنا فيها. شنو المشكله الموسم هذا اسامه؟ شنو المشكله فيها؟ مشكله والله. شوف يعني اقتراحك حلو، لكن انا وجهه نظري يعني يقلون يقل اثنين يعني على اساس انه والله انت مو عندك انت 200,000 دينار أجيب لي اثنين زينين، كل نادي يجيب لك اثنين. لا بس لحظة، فشين يصير؟ فشين يصير؟ عفوا خليني أبين لك لحظة. لا بس بعد بس دقيقة، فشين يصير؟ فتصير مساواة الآن بين الأندية، أن كل الأندية وأنت من استثمارك تدعم زيادة. يعني ما في نادي والله أنا عندي فلوس أنا أجيب محترفين خمسة. لا وحتى اللي عندك. لا لا على مستوى، لا لا خلينا اليوم أنت لما تساوي كل الأندية على 200,000 زين بلاعبين، فكل الأندية راح يجيبون لاعبين زينين، فهذا كله يعني راح اول شيء راح يكون مستوى للانديه كلها متقاربه. إيه؟ متى ما كان مستوى متقارب لكل الانديه راح تصير منافسه اقوى. لا وشد حيلك بعد في استثمارات، في استثمارات وشهد، شد حيلك زيد وشهد، هات جوده اعلى في شغله معلومه ما ادري اذا اكيد. هذا ال 200,000 مو بس حق لاعب القدم، لا مو حق كل القدم، حق كل اللعبات يعني الجماعيه، كل لعبه 50,000 يعني. لا 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 50,000 انت لك 200,000، انت لك 200,000 وكيفك. لا لا مو توزع 50,000 هذا اللي انا سمعته. لا ليش؟ اي ما تتوزع. ليش؟ لان في بعض الاتحادات مرات تسمح باللاعب الاجنبي مثلا واليد والطائره والسله، ومرات لا، يعني مو نفس القدم من بلش الفكره، بلشت ما انقطعت، فممكن ال 200,000 هذه تكون على القدم. شوف انا معاك على مستوى الدوري عندنا العب بدون محترفين، عشان انا استفيد منهم بدون محترفين. يعني يتطور مثلا الان لما العربي كان مثلا كلاوديو وعياندو اثنين بس،
هي هذا قبل يوم ذاك شوف هذا قبل لما تلعب اثنين بخالدك عندك لاعبين بس تستفيد منهم عندك لاعبين جيدين محليين هذه النقطة نواف انت كلام صح واللي قالوه الكباتن صح بس اول شيء الحين ما عندنا ها لاعبين كلنا متفقين ان عندنا شويه شح في اللاعبين بالمواهب بس سو موسم طلع لاعبين وادعمهم محترفين الموسم اللي ورا مواهب لان انت في مواهب انا ادري ادري السبب شنو السبب اللي قلنا مو لان ما عندنا مواهب ما عندنا خامات شح بالمشاركه بالضبط بالضبط مشاركه اختلفت الاسباب والنتيجه واحده الخامات عندنا بس مو قاعد ياخذون فرصه فبالتالي مو قاعد نشوف مواهب اتفقنا كذي عطنا موسم بس خلينا نشوف اسماء خلينا نشوف لاعبين شوف ايه موسم واحد بدون محترفين الموسم اللي وراه دخل عليه محترفين ايه يدعم انا قاعد نقترح احنا ما يرضى احنا قاعد نقترح هو اقتراح يعني أو مثلا لحظه تم بالمراحل السنيه اي هذه اقول لك شيء لما كان لما كان محترفين اثنين وهذا يذكرون جماعه يمكن بعد جيل ابو من كان يصعد النهائيات كاس الامير الكل يصعد كل يصعد صعد الساحل صعد الجهره صعد خيطان صعد الكل عنده فرصه الكل وكان في مشاركه اللاعب الكويتي كان بعد المنتخبات قال المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول عدد كبير من اللاعبين صحيح مش المنافسه حتى على بطوله الدوري كانت مفتوحه صحيح انه ممكن يعني ممكن الانديه يكون عندها طموح انها توصل اوكي خمس محترفين يعني اللي عنده خمسه حبيبي اللي عنده الحين يقول خمسه الانديه ما في الا ثلاث انديه اللي راح الانديه اغلبها عندهم استثمارات واحد ثلاث الانديه اغلبها عندها استثمارات وهذه 200,000 نفس ما قال اسامه يا اخي مو شرط ثلاث محترفين هات لك اثنين بال 200,000 وزيدهم شويه هات لك اثنين مؤثرين يفرق بالدوري الكويتي اثنين جوده عاليه تفكر بالمنتخب اظن بعد قرار المواليد ها عدل الحين دقيقة ما أدري عن القرار ما المواليد مثلاً إيه يشاركون دقيقة يشاركون نواف. يعني بالعكس زين افتح وحارس خلنا نراجع بعدين بس بسألك سؤال على الخمس محترفين تعالوا زين ليش كل الأندية لازم خمس هو مو إجباري خمسة أنت محتاج اثنين أنت فلوسك تكفي اثنين جودة عالية ليش خمسة في بعض الأندية ماخذينها مقرر خمسة يا أخي أنت مو قادر استثماراتك والدعم المالي يعينك على اثنين جودة عالية انتهينا هما لازم خمسة مو لازم خمسة مو إجباري أرجع لكم على الجولة واللي لفت انتباهكم بالجولة بس أقرأ بعض التغريدات أبو سالم يقول سؤالي للكابتن يوسف سويد إيش رأيك في كلام الصراعي شاير الصراعي مساعد المدرب نادي كاظمة بعدم إبلاغ إدارتنا بالحاجة لمحترفين أو محترف خامس خصوصا بعد انتقال شبيب أنت شفت التصريح لا ما سمعته بس أرد على يعني اتفضل. أن ليش مو بحاجة يعني صراحه انا مو فاهم التصريح هل هو اللي صرح ولا يقول ما بلغونا انا مو فاهم صراحه انت شفت التصريح ما بلغونا ولا ما بلغناهم انا عشان كذي سالتك انت شفت ما ادري لا ما شفت انا مو فاهم التصريح يوسف هندي يقول لاعب واحد فقط هو مبارك الثنيني لكن بالدوريات الاقل والتي تعتبر اعلى من دوري الكويت نسبيا يقول هذا اللاعب اللي غير شبيب يستاهل انه يروح او يحترف حمزه الشطي بعادل السلام عليكم جميعا يقول بصراحه انا ضد خروج لاعبين المميزين وهم قله لان دورينا بوجودهم ضعيف وان كنت اتمنى لهم التوفيق في الاحتراف بس اشوف دورينا وفرقهم بحاجه لهم واقول حق ابو عبد الله الدوري يدل طريقه هالموسم لك الحكي هذا ما ادري ايش قصده يدل بعد المنصوريه وين جرنا انا يقول دل طريقه بينكم هني غسان مدريد يقول افضل لاعب اجنبي بعد الجوله الاولى مهاجم النصر زباته مهاجم ماله حلو اتوقع راح يكون من الهدافين الدوري هني يقول ابو شهد اني غتساوي يقول ابو شهد لازم يكون عدد المحترفين اثنين وعندي اقتراح اذا اي فريق كويتي يشارك في اي بطوله خارجيه يزيد عدد الفرق المشاركه خارج الدوله بس هو المشكله في التعاقد نفسه المشكله لانه يكون اغلب اللاعبين متعاقدين اوريدي يعني انا فهمتك انه يكون بوقت المشاركه يتعاقد اللاعبين الاغلب يعني في موعد محدد بالانتقالات الصيفيه والشتويه شارك بالاثنين يا ابن الحلال مو شرط ثلاث شارك بالاثنين خلينا لا شارك لا مو بس في شغله احنا قبل كنا نسويه شارك خذ لاعبين محليين اي كان يعطيك اعاره يلعب وياك اي يلعب معك قبل كنا نسوي كذي صحيح اجبر اللاعبين مثلا 18 سنه انهم يلعبون يكونون من الاول اجبرهم مو اجبرهم يبغون ناطرين فرصه اصلا هم يبون يبون اجبارات العامله صارت 21 وين 18 قديم الحين 21 تجبر الفرق يلعبونها يصير لهم مثل ثلاث لاعبين اجباري مثلا مثل اللي صار بالبحرين صار في قطر ما في اصلا طلع قبل ثلاث مواسم طلع انه في قرار من الاتحاد انه يجبر دقائق معينه لكل فريق انه يلعب لاعب منتخب اولمبي تحت 23
وبعدين القرار تبخر ولا اصلا نوقش؟ ما احدد وقت. لا تحدد، البحرين حاطين 600 دقيقه لازم. قاعد اقول لك خلي لازم ابو سلمان يقول اذا في لاعبين يستحقون الاحتراف بدر طارق والفنيني. عرباوي يقول بندر سلام وحسين ايش كان حسن حمدان شارك وصار الركائز بالفريق الاول بعمر صغير جدا. المباراه الماضيه ايضا بدر مطيري شارك وهو شاب. اختلف مع وجهه نظركم برفضكم الخمس محترفين، الموضوع يحتاج اكثر من تغريده لتوضيح رايي. هني بشير يقول السلام عليكم، عدد المحترفين خمسة كثير جدا، لو كان عندنا عدد أندية أكثر فممكن يكون عدد المحترفين خمسة. هذا اللي قاعد نقوله في الدوري السعودي، عندهم أربع درجات للدوري وعندهم لاعبين كثر، فبالتالي عادي يختارون يقدرون يختارون. زين نرجع حق الجولة. الجولة قال لي أبو عذبي إنها في أمور شافها بارزة ومنها مثلا حمزة خابئ، كثرة الأهداف فيه. كثرة الأهداف، شنو الأبرز في الجولة الأولى؟ والله شوف يعني اليوم يعني الابرز تعادل القادسيه مع خيطان. انا اعتقد هذا الحدث الابرز بالجوله الاولى، خصوصا ان جماهير القادسيه ومحبين القادسيه متفائلين خير بالصفقات اللي اتممها مجلس الاداره، ان يعني دفع وسوى وعزز الشق الهجومي اتكلم بالذات، لكن انصدم بالنتيجه. اعتقد انا يعني مو مفاجأة، أنا ما أقلم القادسية، لكن دائما بدايات الدوري زين تكون شوية صعبة، خصوصا أن 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 أغلب اللاعبين اللي جايين للحين مو مستجبين مع بعض، يدد يعني الصولة من العربي، الفنيني من السالمية مثلا، من السيب بن سودة من الفحيل بن سودة، عرفت؟ فأعتقد أنا أتوقع أنه لازم التوظيف والانسجام، لان عندهم امكانيات كلهم، لكن بدون توظيف بدون انسجام ماكو نتيجه. وايضا الابرز كان مهاجم النادي العربي حمزه خابه، هو اعتقد اليوم هو الابرز، خصوصا بعد تسجيله ثلاث اهداف وتحركاته داخل الملعب، اعتقد هو الابرز بهذه الجوله. لو برد على النادي العربي وفوزه على نادي السالمي، شلون شفت ظهور الاول النادي؟ والله شوف نادي، اول شيء نادي العربي ما كان يعني متسيد المباراة كلها، كان الشوط الثاني فترات كبيرة نادي السالمية كانوا يردون ويردون المباراة وكانوا ماسكين اللعب، لكن في بعض الأخطاء أيضا عندنا أخطاء دفاعية لازم نتلافاها بالمستقبل. ويعني العربي الآن مو بالمستوى اللي نقول المستوى اللي لازم الآن نحكم أنه ياخذ الدوري، لا لازم يكون بعد مستوى أفضل، يكون لياقيا أفضل. لي احنا نمتاز بشغله واحده، ان اليوم ان عندنا دكه قويه. هذه الدكه القويه هي اللي تساعد المدرب، تخليه يعني كل لعبه ممكن يلعب تشكيله ما عنده مشكله، لان عندك دكه قويه وكلهم نفس المستوى، فهذا الشيء الوحيد اللي يعطي المدرب الاريحيه انه يكون يعني باي مباراه. طبعا كل مباراه لها ظروفها، طبعا مباراه خيطان غير مباراه القادسيه غير مباراه الكويت السالميه، فلازم يقرا الفريق اللي قدامه ويلعب خطة مثلا، انه يكون انه يعرف نقاط الضعف نقاط القوة اللي يعني خذ اللي يبي. طبعا الثلاث نقاط بداية الموسم قلت لك ضد السالمية، يعني ضد السالمية إيه نقاط مهمة. بتكلم عن يعني جزئية ثانوية بس، احتفال المدرب العربي مع الجمهور إيه حلو. شوف اليوم تحسسهم ان احنا شوف احنا جمهورنا عاطفي، جمهور النادي العربي عاطفي، وجمهور ترى يحبون ويكرهون، ترى انت حتى لو لاعب زين لكن هم محبينك ما يحبونك، لكن المدرب هذا يعني عرف شلون يروح حق ايه كسب الجمهور. كسب شو اسمه فييرا كان ابو عبد الله اللي فييرا مال القادسية، فييرا لا مال القادسية مال العربي فييرا، كان فييرا مال القادسية بعد ايه فييرا يدور ما يسوي اللي كان صح كان قبل فييرا، فييرا غير المنتخب بنظارة هذا كان مدربي، فكان يروح له بربع هناك يقعد هناك مع الجمهور يسولف مع الجمهور، عرفت؟ فهذا يعني انا بوجهة نظرنا شيء ايجابي اليوم لما تكون علاقة المدرب مع الجمهور علاقة حلوة فهذا شيء ايجابي. حتى مدرب ليفربول نفس الطريقه يسوي كلوب حقله ما دام يروح جمهوره بس الحين ان شاء الله يقيلونه ما ادري شلون زعلت كلوب جيت على الجرح. سلمان شنو ابرز فايز ب10 لاعب ايش تبي بحس نشف له اجنه اخر دقيقتين؟ لا
لا تقرب على المواجهة تكفى يا ابو طلال. زين شنو اللي لفت انتباهك بالجولة؟ والله شوف الجولة الأولى، أنا دائما الجولة الأولى والجولة الثانية بأي بطولة بدوري خصوصا في بداية الدوري ما يعني ما يكون لها مقاييس ولا يكون لها أي. الفرق أغلب الفرق متحفظة، أغلب الفرق بوجه جديد، ما حد عارف الفريق الثاني، المفاجآت تكثر. ومثل ما شفنا يمكن الأبرز الحدث الأبرز اللي هو تعادل القادسية وخيطان، على اعتبار القادسية هو أبرز تقصد مفاجأة، لأن أسامة قال مو مفاجأة. لا أنا أعتبره مفاجأة. إيه؟ مفاجأة على الأسماء اللي متواجدة في القادسية مفاجأة. يعني قبل وهذا يعني ما شوف أنا ما أخذ يعني حق خيطان كابتن إبراهيم عبيد، لعب مباراة تكتيكية على أعلى أبي مستوى. أبي أسألك على واستغل البداية. لا خلني على المفاجأة. لو سألك قبل المباراة وأقول لك شو تتوقع بتقولي القادسية ممكن صح؟ على إيه؟ على ضوء إنك قلت لي مفاجأة إيه؟ بتقولي القادسية، لكن ما تعطي حتى 10 أو 20% على خيطان؟ لا أعطي أكثر من كم يعني؟ ممكن 75-25 إيه؟ على اعتبار فريق صاعد من الدرجة الأولى. بس استل إنها مفاجأة. إيه القادسية دش بنجوم صفقات على مستوى عالي جدا، سواء صولا أو مبارك أو بن سودا أو المدافع الأرجنتيني أو جبالة اللي بالنص كثرة النجوم والله مو مقياس بطلان يعني. غض النظر لكن يبقى القادسية في أسوأ أحواله كان يخلص المباريات الوسط يعني. الوسطية هذه بسهولة، مو بسهولة خلينا نقول بصعوبة خاصة البداية، لكن تخلص المباراة اللي شفناه. والقادسية ترى أدى مباراة جيدة يعني، خيطان كان شوط والقادسية الشوط الثاني كان أفضل، لكن ما يعني هذه حال الكرة. وعموما الجولة الأولى أنا ما دائما ما تخضع للتغيير. خلني بس مباراة خيطان طرارة، انتقال طرارة حق خيطان ترى طرارة لاعب مكسب كبير، مكسب كبير. وأنا استغرب خروجه من الفحيل، أنا اللي أعرف أنه موقع مع فريق نادي الفحيل الموسم الثاني، لكن في هذا الوقت انتقاله إلى كان نصر، كان نصر بعدين فحيل صح؟ في الموسم السابق النصر انتقل مع استقطب كابتن فراس الخطيب جابه في السنة، وتألق كابتن لاعب يعقوب الطرارو. أنا استغرابي إنه في الفترة هذه قبل الدوري بيومين لاعب ينتقل، أو بعد بداية الدوري لاعب ينتقل إلى خيطان، وهذا مكسب الفريق خيطان وخسارة كبيرة لفريق نادي الفحيل. عودة للجولة ما في أي مفاجأة، قلت لك اللي هي المفاجأة الوحيدة اللي شدني سوء الفريقين، يمكن الكويت والجهر. يمكن الكويت الكل توقع أنه يظهر مستوى أفضل من اللي شفناه، لكن أنا بعد أعطيهم العذر الفريقين. الجهر على ظروف التسجيل اللي حصلت قبل المباراة بساعة، وعدم تسجيل لاعبين وشايلين لاعبين وحاطين لاعبين، لكن العلامة الاستفهام على فريق الكويت. فاز 3-1 صحيح، بس مو هذا الكويت اللي يظهر في بداية الموسم يقدم نفسه. مباراة الشباب والفحيل نفس الكلام، شوط البداية كان جيدة للشباب سجل، الفحيل عاد بتغيير بعض اللاعبين وتدوير بعض اللاعبين سيطر على المباراة، كان ممكن يطلع الفحيل فايز المباراة هذه. ما في أي يعني مفاجأة تقول السالمي العربي أو شيء مميز. السالمي العربي كانت أقرب للتعادل أنا كنت أشوف، لكن فوز وكان لو كان فايز السالمية ما كنت أعتبرها يعني مفاجأة. اي مفاجأة. العربي السالمية 3-2 المفروض رايح الفير للتعادل، اي واحد يفوز بيهم كان يستحق الفوز. وهذه العلامات. وانا اقول لك بعد ازيدك، مش احنا عندنا جولة بعد بكرة راح تشوف الجولة ايضا بهذا المستوى، يعني لا حد يطمح الاكثر بكرة لا حد يطمح انه والله دورينا راح يكون، خاصة اول جولتين ممكن بعد الايقاف تشوف الدوري بدأ يرتفع المستوى. لكن مباريات هذه الجولة انت الثانية. كان مباراة العربي والسالمية تشوف ان التعادل كان فير، تعادل عادل فير، ولو فايز السالمية انت قلت يستحق فير. ايه؟ انت زين بالانجليزي ايه يعني مصطلحاتك سمتايم سمتايم الجولة الأولى. شوف يعني خلينا نتكلم من الانصاف، الانصاف عزيز حقيقة. طبعا القادسية اكيد خذ تعادل، القادسية هو الحديث الاكثر ابرز والابرز يعني جدلا ونقاشا، والناس يعني قايمه على نادي القادسيه، لكن لابد ان نعطي نادي خيطان حقهم حقيقه. نادي خيطان انا في وجهه نظري ان اكثر نادي اشتغل وغير وعمل وجلب لاعبين ومميزين ايضا هو نادي خيطان، وهذا دور كبير للمدير الفريق فهد الطيري. يعني شفنا عزيز مروي
الان مثلا طرار وخالد حتى النصر ترى يا ابو 11 لاعب. اي لا 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 نادي خيطان يعني شوف انا يعني من من بعد ما تاهلوا على طول هم اشتغلوا. اي والله فاشتغلوا يعني طول الصيف هم قاعد يشتغلون للامانه وراحوا معسكر وفريق يعني يجب ان ياخذ حقه. نرجع لنادي القادسيه. طبعا نادي القادسيه بس قبل ما تروح القادسيه علي فاضل بما انك حارس مرمى نعم. يعني الكل تكلم عن علي فاضل حارس مرمى خيطان نعم. في المباراه طبعا لعب حارس لعب مباراه كبيره حقيقه كان له دور اساسي يعني في خروج نادي خيطان بالتعادل وهذا هذا دور الحارس المرمى هذا قيمه الحارس المرمى يا جماعه وهذا ما نفقده حقيقه الان لما تقول لي الاهداف اعتقد ولا واحد يعني كلهم كل فرق سجلت كلها ايه ما كلها كل مباراه فيها ما في صفر صفر فهذا يعني شوف يعني حارس المرمى يعني وظيفه حارس المرمى انك تمنح وظيفه حارس المرمى يعني انك تصلح اخطاء الفريق يعني الان انا هذه يعني رساله اوجهها ولاحظت ان ايضا كفكر حراس مرمى ان الخطا طالما من الدفاع يعني فالامر ما يعنيك طالما من الدفاع يعني يعني هذه الفكره خاطئه جدا يا جماعه حارس المرمى انت عملك الاساسي وظيفتك انك انت تصلح اخطاء الدفاع عشان تكون حارس بطل يجب ان تكون انت حاضر في الوقت اللي الفريق غايب عن التركيز الان انا اتفاجئ ومع الاسف اتكلم بكل صراحه الان حتى بعض المدربين يعني انا تفاجات انه ممكن في حارس يقول لي ان المدرب قال ما دام الكره راحت يعني خليك في زاويتك اذا راحت في يعني ضربات الحره فوق الحيطه اهم شيء انك انت ما تغلط يعني خالد ايش قول عادي بس انه يعني انه يعني لا تحمل نفسك الخطا ولا تحمل نفسك او ممكن تسال شلون الاهداف والله الحارس ما الومه لا انا الوم اي هدف يدخل على حارس المرمى ايا كان ضربه جزاء شنو ايا كان الحارس يتحمل اذا كان الحارس بيصير بطل هذا بنوظفه علي فاضل تشوف لعب مباراه كبيره وانقذ خيطان انقذ وهذا واجبه ودوره ايه؟ عشان تكون حارس مميز اما الحارس العادي اللي يعني اي خطا من الدفاع من جانب القادسيه شلون شفت المباراه القادسيه انا اشوف انه كبدايه القادسيه ما كان سيء حقيقه القادسيه لعب مباراه والقادسيه وصل والغطسية سيطر والغطسية ضيع لكن يبغى توفيق وعدم توفيق الغريب أن يعني الهجوم اللي حصل الآن يعني على 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 نادي الغطسية وعلى المدرب وعلى رغم أن الغطسية يعني وصل يعني ضيع تقريبا أهداف محققة وهذا يعني ممكن يرجع السبب إلى رعونة المهاجمين ممكن تألق حارس المرمى سوء التوفيق لكن أنتم حسسين أن القادسية ما قدم كأنه طاح درجة ثانية خلقا كأنه ما قدم أي والله كأنه ما قدم وهذا أمر يعني عليهم الحذر يعني كان لاعبين نادي القادسية حقيقة عليهم الحذر من هالشيء لأنه ممكن قد يفتعل هذه الأمور من ليس قد ساوي ها ولازم يعرف اللاعب اللي يلعب في نادي القادسية في نادي العربي هذه ان لا ان طبعا الجهره قلت زعل علي اي والله يطالعني لا لا جد والله ان انت الان في لا والله يا شب والله شوف انا يحزنني طبعا ممكن اكون انا محظوظ حصولي على بطولات الدوري مثلا خاصه الدوري البطل هو بطل الدوري وان كان في جيل يعني جيل رائع جدا رساله الان انا اوصلها للاعبين نادي القادسيه حاضركم اليوم وهو يعني ماضيكم غدا اعرف نادي القادسيه او نادي العربي والانديه الكبيره هذه ما هي محتاجه يعني بطولات هذه لها تاريخ كبير ولهم نجوم كتبوا اساميهم باحرف من ذهب فعليك انت انك تكون من ضمن هذه الاسامي يعني وهذا الشيء هذا ما يصير الا في اول شيء انك تستدرك التاريخ وترجع للتاريخ انه يا جماعه ترى اللي مثلوا الفريق هذا كان اسامه كان يوسف سويد كابتن كان سلمان سربل كان كذا كان فلان فلازم تعرف انه منو النجوم اللي كانوا موجودين وشنو صنعوا من تاريخ طيب انت تشوف بس لا 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 النقطة هذه مهمة ليش النقطة هذه مهمة لان انت في نادي مثل القادسية الان انت تحت ضغط يعني جماهير طبعا انت تحت ضغط تاريخ لازم تحمل لازم تعرف شلون تتعامل مع الضغوطات انت ضغط ما ليش نوف تحس ان في احد يعني مو قادر يتعامل مع الضغط لا 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 هني هذا اللي يفرق الصراحه يعني احنا
كجيل مع الجيل مع الفكر اللي حصل الآن من فكرة إن ممكن اللي ينتقدني هو مثلا يكون عدو. وهذا أمر أنا استغرب حقيقة حصل حتى في الاتحاد، أمر يعني يا جماعة خطأ كبير إداري لا يغتفر، تسكير مثل التعليقات أو كذا. أنت هدم شخصية اللاعب، أنت اللاعب يا جماعة في لاعب الكاريزما وشخصية اللاعب لها دور كبير كبير بأداء اللاعب. يعني اللاعب لما ما يواجه الضغوطات أو تمنع عنه النقد جزء من أو شخصيته، هذا جزء من بناء شخصيته تعامل الضغوطات. طيب شلون أنت تأدي؟ يعني ما تصير أنت تكون في لاعب في نادي الغطسية، أول شيء صدرك وسيء لتحمل الضغوطات وتعرف أن هذا قدرك، ولا اروح لك اقول مكان اخذ على راحتك اقول احد يكلمك ولا احد اي والله ولا احد يلومك. لكن نادي الغطسيه لان في 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 اجيال حققت في بطولات، انت مطالب. لذلك اللي يعني لو كنت انا مسؤول عن نادي الغطسيه فوالله اذا بختار اختار الشخصيه قبل. زين يعني هذا ما راح يصير انك تختار شخصيه قبل. لا 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 صدقني ما راح يصير. لا لا مو يصير. لا لا مو يصير. مثل حراس مرمى، مثل حراس مرمى. بس خليني اسالك، ترى انت حراس مرمى شخصيه شنو؟ زين خليني شو ما يصير ابو شهد. يعني الحين الحين لاعب يروح نادي القادسيه او يروح نادي العربي بتشوف بتسوي الاختبار شخصيه؟ هذا الكويت ما يصير. انا اقول لك صح، لا لا بس بالكويت ما يصير. لا مو ما يصير، لازم يكون مهيئ. بس يبين من لا 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 كابتن بطلال يتحمل الضغوط ما يتحمل، يكون مهيئ. يعني في ناس في ناس شنو الضغوط؟ ما ادري انا اقول لك الضغوط اللاعب ما يتحمل ضغط. لا 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 انا 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 لا انا اتفاجئ انه مثلا الان تشوف انه متفاجئين. يعني انا مثلا واحد متفاجئ انه يعني ضجه اللي تحصل وانه ممكن اي احد الان يتكلم. الضغوط اللي انه في مباراه جماهير ومطالبات يعني، وهذا وهذا ترى اللي ترى النادي شافه. يعني الضغوط من الجماهير جيد، اذا ضغط الاعلام جماهيري انت احنا ليش ضحكت وقلت نادي كاظم؟ مو يعني ما عندهم ضغوطات من الجماهير صراحه. يعني اقول لك شيء، يعني انا كلاعب، انا كلاعب بالعكس استانس من يكون عندي جمهور مثل القادسيه ولا مثل العربي. شوف هذه نوعيه لاعبين، شلون تجيني هذه نوعيه لاعبين. في 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 لاعب ممكن ما يتحمل، فلازم يعرف اللاعب اذا كنت في نادي جماهيري انت مهيئ لهذه الضغوط وبتشوف ضغوطات اكثر. شباب بتشوف ضغوطات اكثر. وصلت للختام، اذا تبينا نكمل لا برجع ابو شهد كانوا محظوظين مو محظوظين يعني عادي. لا بس انا خلينا نختم نواف مو فارقه والله خلينا نختم مو فارقه خليك معي نواف خلينا نختم الحلقه في سؤال. نجم الجوله بالنسبه لك؟ حارس نادي خيبان علي فاضل. نعم. نجم الجوله حمزه خابه. نجم الجوله حمزه. ليس انا صرت رافع انت الاسم الثاني تقوله شوي شوي. حمزه خابه. إيه صح 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 جرافة أول مباراة كذي جرافة أربع جوال قبل أول لعبة بعد سلمان أروح مع علي فاضل. علي فاضل زين إحنا وصلنا للختام. زين الأسوأ لا لا سلام ما نقوله. لا خلنا نشكر شكرا يا شباب قواكم الله. نواف شرفتنا كحلقة أولى إن شاء الله بداية خير بإذن الله ويانا. واللي قلته في البداية أنا عيدة أنت إضافة لكل مكان تكون. شكرا لك والله. شكرا على وجودك معنا نواف. أبو عدبي شكرا. شكرا أسامة. شكرا كابتن سلمان. شكرا فير. ها اي فير زين بالانجليزي حيل زين بالانجليزي. انا اهم بقترح إيه؟ اللي بيدز اقتراحات يدز مبكر مو يدز على ليش بالاقتراح صدق اي كل اقتراح عادي يدز حول الحلقه اللي وراها ان شاء الله كنا بسرعه ها الاوقات في سوالف. شكرا يا شباب ان شاء الله باذن الله حلقات اخرى تجمعنا. نترككم حفظ الله ورعايته. تصبحون على خير.